السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب في حلقة جديدة من برنامجكم نشرة المحظوظين. طبعا هذه الحلقة الحين قاعد تعرض لايف في قناتنا وقناتكم في تويتش، هي لاكي جن جيمرز، طبعا الساعة 7:30 تقريبا بتوقيت الكويت والسعودية، في تاريخ أو يوم الاثنين في تاريخ 5 أكتوبر 2020. ندري احنا قطعنا عنكم فترة ولكن الظروف خارجة عن الإرادة. اليوم الحلقة راح تكون دسمة نوعا ما، ونفس ما عودناكم كل مرة في نشرة المحظوظين نتطرق حق 3 أشياء رئيسية. أول شيء فقرة الأخبار، بعدين الفقرة الثانية فقرة المراسلين، والمراسلين اللي هم انتو، نعم انتو لما تدشون عن طريق الرابط اللي موجود في التويتش شات ورابط الديسكورد مالنا، السيرفر الديسكورد مالنا، وتقدرون تشاركونا آراءكم واقتراحاتكم ولا اي شيء يخص عالم الفيديو جيمز عن طريق هذا الرابط في مكالمة صوتية او مرئية، يعني فيديو كول او فويس كول، وهذا الشيء راجع لكم. بالاضافة الى بالنهاية راح نتطرق حق ابرز الاصدارات اللي راح تكون خلال الايام القادمة. فشكرا حق كل واحد قاعد يطالع الحين لايف ويانا. إنزين، وهالحلقة راح تنعاد في اليوتيوب إن شاء الله قريبا، يعني بعد ما يصير بث مباشر في تويتش راح يكون لها تسجيل في قناتنا في اليوتيوب تحت نفس الاسم، هو لكي جن جيمرز أو لكي جي جي. فأول شيء ما عرفتكم نفسي بالبداية، معكم أخوكم طلال السعيدي من جيل اللاعبين المحظوظين. قبل لا أبلش أنا أحب أوصل رسالة تعزية للشعب الكويتي والأمة الخليجية والعربية والإسلامية بفقدان أميرنا ووالدنا وقائدنا الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وما نقول إلا الله يرحمك يا أبو ناصر، ويا رب يغفر لك ويسكنك فسيح جناته. فوداعا لأمير الإنسانية، صراحة يعني كانت فترة صعبة جدا علينا كلنا. إنزين، وما نقول إلا بعد هما بالتوفيق يا أبو فيصل، هو شيخنا وأميرنا الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونقول الله يوفقك ويسدد خطاك بإذن الله تعالى. ولكن هناك عندنا مداخلة، نعم، أنه يعقوب كيف الحال؟ أهلا وسهلا، كيف الحال؟ تمام، كيف أحوالك؟ من زمان يا أخي ما سمعنا صوتك. أي والله فلاحي سمونه بالمنزل هالزبوط هذا. طبعا الحلقة اليوم راح تكون دسمة شوي عقوب اليوم، لأن في وايد أخبار قاعدة تصير بالفترة الأخيرة، فبنحاول نطرق لها يعني أسرع سريع كثر ما نقدر. وإذا في عندك أي شيء تبي تدش تبي تعلق عليه جست يعني شوتت على طول، يلا جو أوكي. طبعا نذكركم رابط الديسكورد موجود عندنا، بس اذا قدرت بس تصك ميوت وقت ما تسولف احسن عشان ان الصوت لا يصير بس تشويش على المستمعين. الو الو يا يعقوب. الو الو يا اخوي، إيه. انا بس شويه عندي اقرا يس اينو يلا خش، هذا بيروح دادي سكار، يلا روح دادي سكار تعال. المهم راح نبلش الحين وياكم الحلقه بخبر يخص بلاي ستيشن بشكل عام. عندنا اول خبر يخص بلاي ستيشن الا وهي جوست اوف تسوشيما، اعلنوا عن موعد اصدار التحديث القادم، نعم اللي هو التحديث الخاص ب الفيرجن 1.1 للعبه جوست اوف تسوشيما، واللي راح يحتوي على عده امور، منها اللي هو طور الليجندز القادم اللي راح يكون فيه نوعين من المهام، في سيرفايفل ميشنز و الكوب ستوري ميشنز. الكوب ستوري ميشنز راح تكون حق لاعبين فقط، لكن السيرفايفل ميشنز راح تكون فور بلاير. انزين، وان كل يعني والكاركترات او الكلاسات راح تكون موجوده يونيك، الكلاسات راح تكون متوفره في هذا التحديث اللي هو ليجندز، راح يكون في الرونن الاساسن، وهم بنفس الوقت الساموراي، شنو بعد عندنا الهنتر اللي بالنهايه. طبعا راح يكون في فوتو مود خاص فيه، ولكن غير الليجندز في تحديث على اللعبة نفسها. التحديث هذا راح يكون في نيو جيم بلس، في ميرشنت جديد، بياع جديد في اللعبة، ألوان جديدة، كاستم لود اوتس، يعني
انت ومرات تتعانون لما تبدلون اللبس تضطرون انكم تغيرون الشارمز او خلينا نقول البيركس ملوت الجير. فهني لا راح تكون في كاستمات يعني او كاستمز ذاهبين بالبركات ملوتهم بالشارمات ملوتهم، بس انك تبدل بينهم باي وقت تبي، والشارمز راح يتبدلون معاهم بنفس الوقت، احصان جديد، شارمات جديده، تروفيز جدد وغيره من هذه الامور. وطبعا هذا التحديث ان شاء الله سوف يرى النور في تاريخ 16 اكتوبر القادم. إنزين، هذا كان بالنسبة حق شو يسمونه، هذا كان بالنسبة حق قصة الشمة. طبعا شكرا حق كل الناس اللي قاعد يعلقون الحين لايف. إنزين، أهم شيء أصبغ القدلة الشقرة، أفعلك حاضر من عيني، هذا من عيني اليمين قبل اليسار يا أبوي هزر. تامر أمر تو الحين مسوين ديسكاونت على تشيمة، طبعا من بين أشياء ثانية. ايه تشيمة تو حاشا ديسكاونت، طبعا صارت تعرفها 45 دولار شيء كذي، توني خذيتها والله، بس ما بدأت الحين إلى ما أخلص من 13 سنتينلز. اي لا 13 سنتينلز راح تاخذ وقت طويل انا احس. هذه للحين انا شوف لما نتكلم فيها بالديوانية بودكاست الديوانية. بس يعني كنت بقول انه في سيل. يس نايس، ففرصة اذا تبون تاخذون قصة تسوشيما. انزين، هذا بالنسبة حق قصة تسوشيما. الخبر اللي وراه له علاقة بساك بوي. ساك بوي طبعا مسوي لها الحين ديلكس ديجيتال ديلكس اديشن، طبعا اذا بتاخذونه على البلاي ستيشن 5 راح يكون قيمتها تقريبا بما يعادل 80 دولار، راح يكون بس فرق الكاستمات، راح يايبين كاستمات حق العاب البلاي ستيشن الاكسكلوسيف، مثل ما خلينا نقول جن من جوست اوف تسوشيما، حاطين لك بعد منه، بعد حاطين لك سام بورتر بريدجز من لعبة يعقوب المفضلة اللي هي شو يسمونه ديث ستراندينج، حاطين كورنر من ديترويد، حاطين بعد منو بعد إيه هذا ديكون من دايز جون، يعني هذيل هم الكاستمات الجرسة. إيه إنزين، هذا بالنسبة حق ساك بوي أبيج أدفنتشر القادمة. إنزين، لكن الخبر اللي وراء لا علاقة بسبايدر مان واللوية اللي صارت على سبايدر مان الريماستر. طبعا هي نزلت على البلاي ستيشن 4 وراح تنزل على البلاي ستيشن 5 الريماستر. الريماستر صار فيه عدة تغييرات، طبعا التغييرات اللي راح تكون موجود فيها طبعا أول شيء راح تكون هاي بيرفورمانس. إنزين، الكاركتر موديل ماله تغير. أوكي، وايد صار ضجة على الكاركتر موديل. يس، بيتر باركر تغير وجهه، بيتر باركر تغير وجهه يعني... ويقولون ان الحين انا بس ابي اوريكم الصوره، يعني هذا يعني خلينا نقاش حق الناس اللي قاعد الحين تطالع لايف، هل هو يشبه طبعا هذا الفرق بين الصورتين، ولكن هل هو راح يشبه توم هولاند اللي طلع بافلام سبايدر مان مؤخرا، ولا يشبه اقرب نوعا ما الى يوري اللي هو المؤدي الصوتي حق شخصية بيتر باركر اللي نزلت على البلاي ستيشن 4؟ شو بتعليقك؟ هو كان انا الصراحة الكلام اللي انا قريته رسمي منهم كان على اساس انه يبون احد قريب من شكل يوري لو انصار، لان هم غيروا الانيميشن اللي حق تحريك الوجوه باللعبة بالريماستر. قالوا نبي السبب، تغيير السبب الرئيسي للتغيير انه على اساس انه تتماشى تغييرات الحركة اللي بالوي مع الوجه الجديد اللي يكون مقارب حق المودي الصوت. انا صراحه اي دونت كير طالما انه مو داون جريد، بس للاسف في ناس يعني وصلت معاهم المرحله اللي يهددون فيها المخرج، يعني تعال انت شنو حياتك اللي قاعد تعيشها اللي تهدد مخرج علشان غير شكل شخصيه؟ يعني بس عموما يعني انا اشوف بالعكس حق اللي طافتها اللعبه نفس طقتي انا الحين، اتوقع احسن وقت انه ممكن تاخذ اللعبه الاصليه وتلعبها، بالذات ان الاضافات اللي ضايفينها بالرسوم يعني مو شويه، مو مجرد بس اب سكيل وبس. لا يعني حطوا اسيتات جديده، البرفورمانس مود حطوا له ديمو قصير تقريبا دقيقه ونص اذا ما غلطان على اليوتيوب، انا اذكر شفته على قناتهم. أداء اللعبة شكلها وايد ممتاز، يعني تاخذ حزمة سبايدر مان ممتازة، سواء تاخذ ال شو يسمونه القديمة بشكل جديد،
متجدد وهذا قاعد يغني سبايدر مان الحين. اوكي. او تاخذ مايلز موراليس. يس. فاشوف اشوف الخوش دي. بالذات انه شنو يعني هو مايلز موراليس $50 زي راح تكون. وتاخذ الالتيميت اديشن زياده $20 تاخذ اللي هي الباكج كامل الاولى معها. اي ويبون يوصلونك انك تدفع $70 باي طريقه، عرفت شلون؟ بس انا اشوف يعني البندل بشكل عام اذا كانت مايلز موراليس اصلا $50 صارتها $20 اضافي حق لعبه كامله ريماستر متجدده ريماستر، انا اشوف لا باس. وبالعكس يعني انا 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 متحمس اني العب، انا طافتني ترى الايام يعني. يس، هذه فرصه ان اي واحد يقدر يلعبها خصوصا على الجيل الجاي. فهذا كان بالنسبة هذا بالنسبة حق سبايدر مان بشكل عام. ولكن إذا ننتقل حق الخبر اللي وراء، الخبر اللي وراء لا علاقة بأحد الألعاب المنتظر على البلايستيشن 5 همن، اللي هي راتشت أند كلانك. راتشت أند كلانك قالوا أنها راح يكون لها بوست حق الري تريسينج، بالإضافة أنه راح يستخدمون الفيتشرز ملوت الدول سنس اللي هي يد البلايستيشن 5 الجديدة. فاحنا بانتظار هذه اللعبة، وقالوا انها راح تنزل في يعني خلينا نقول في اللانش ويندو مال البلايستيشن 5، لكن لين ما حددوا موعد اصدارها الى حد الان. هذا بالنسبة هذه ناطر اشوف لها شيء، ناطر اشوف متى تنزل قصدي، لان الانسومنيا كان اثق فيهم ان يورونك يعني مزايا اليد ومزايا الجهاز بالعابهم، يعني من سوابقهم عرفت شلون، ملعبهم السابقه دائما يحطون لك فيتشرز اليد شنو فيها ويحطونها بالجيم بلاي الممتع مالهم، عرفت شلون؟ انا وايد مترقب اني اجرب هذه بعد. فاحنا والله شوف تفون خنش اي والله عاد احنا نبي الصراحه موعد اصدار لها، خاصه لعبه بلاتفورم مع بدايه جهاز تكون جدا جميله. زين، هذا بالنسبة حق راتشت أند كلانك. ولكن في خبر غريب نوعا ما، ولكن هو مضحك بعد بنفس الشيء. السوني أخيرا وحدت سالفة الكونفيرم بتن، يعني لما يأخذ واحد جهاز ياباني كان الدائرة السيركل هي اللي تسوي كونفيرم يعني التأكيد، هالمرة لا وحده بشكل عام. بشكل رسمي قالوا أن الأكس هي التوحيد الكونفيرميشن حق أي قرار تقدر تأخذه في قوائم بلاي ستيشن، سواء بالنسخة اليابانية ولا الآسيوية ولا حتى الأمريكية ولا الأوروبية. واضح الكنترول عند منه، واضح يس. الغرب هم اللي ماسكي الموضوع. نعم، سون اليابان حيل يعني يعني المشكله ان انت الحين عودت اليابانيين كذا 20 ولا 25 سنه الحين انه يرقصون دائره حق اوكي اكس كانسل، وهذا شيء يعني يعتبر بالكالتشر الياباني، يعني انه هو بالكالتشر الياباني عندهم انه لما مثلا اوكي عندهم دائره يعني بشكل دائري، والاكس هو يعني غلط، يعني غلط عرفت شلون؟ او الرفض بشكل عام، يعني هذا عرف عندهم عرفت شلون بكلتشرهم. كان على اساس ان هذا اللي ماشي هناك. الله يعينهم. شوف بين اي دونت كير، يس وي دونت كير، ويا ما ويا يعني ما ادري الناس نسيت ولا لا، بس على البلاي ستيشن 4 نزلوا سالفه ان تقدر انت تغير البيتجم بالكنترولر، تسوي كاستمايز حق الكنترولر باتنز. فحطوا سالفه ان تقدر تخلي الاكس والدائره تعكسهم حق هالامور هذه، اذا ماني غلطان تقدر تسويها من الحين بالبلاي ستيشن 4 انا تعكس الدائره والاكس. فاعتقد ان يعني ما راح يشيلون هالفيتشر هذا من البلاي ستيشن 5 اتوقع، يعني دام ان تعبوا عليه وحطوه، فيعطي اللاعبين اليابانيين اللي متعودين على الاكس والدائره انه يكونوا معكوسين اتوقع يقدرون يردونها يعني اوستبلي يعني. بس تلقى الديفولت اكس ودائره يعني هذا اوكي وين. يس أعلنوا عن ألعاب المجانية لخدمة البلايستيشن بلس لشهر أكتوبر 2020، واللي هما نيد فور سبيد بيباك مع فامبير. حق فرصة حق الناس اللي ما لعبوا هذه الألعاب يقدرون الحين يحصلونها بشبكة البلايستيشن بلس. إنزين، الخبر اللي وراء له علاقة هم من في أحد الألعاب المنتظرة على البلايستيشن 5 ألا وهي ديمون سول. ديمون سول طبعا أكدوا أنه راح يكون فيها performance mode. إنزين، وفي 4K mode. 4K mode هو اللي راح يركز على 4K، دقة 4K، ولكن غير تحديد الإطارات اللي هو سرعة الإطارات أو الفريم ريتس. ولكن high frame rate mode راح يكون التارجت ماله أنه يعطيك أعلى رقم لي الفريم ريت بغض النظر عن الريزولوشن مال اللعبه. فهالخيارين راح يكونوا متوفرين في اعدادات اللعبه.
انت قلت بغض النظر عن الريزولوشن ولا هم حاطين محددين لا ما مو حاطين ليميت معين انزين لانه مو كاتبينها فهذه مفتوحه هم كاتبين بس الهاي فريم ريت مود بلاي وذ هاير تارجت فريم ريت ذاتس ات وسكتو بس هل هو يعني راح تلعب فل اتش دي ولا راح تلعب دايناميكلي لا 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 أدري. احتمال بيكون دايناميكلي يمكن يسوونها بطريقه مونستر هانتر لما تحطها برايورتايز فريم ريت شنو يصير البرايورتايز فريم ريت اللعبه دايناميكلي ترفع وتقلل الريزولوشن حسب اللود اللي على الصوره يعني احتمال في بعض الاماكن اللي باللعبه اللي تكون اللود اللي على الجي بي يو يكون خفيف ممكن توصل 4K 60 فريم بير سكند او في حال اذا زاد اللود على الافكتات اللي بالشاشه وزاد اللود على الجي بي يو زاد يعني خلينا نقول البرفورمانس المتطلب زاد فالريزولوشن دايناميك ينزل عن 4K الى خلينا نقول 1440p او اعلى شويه على اساس انه يعني يثبت الفريمات على 60 فريم هذا شيء وايد زين خلينا نشوف نبي تاكيد منهم يعني للحين ما في اي شيء ياكد هالامور لان اللانجوج اللي استخدموه يوحي بهالشيء يس يس انا اتفق وياك نعم هذا بن... ما ياثر على 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 التنت ما يدخل تنت جديد بسبب ان الريزولوشن ما ينزل بالسرعه المطلوبه عشان الفريم ريت يكون ثابت هذا شوي تخوف بس بلو بوينت اثق فيه يس الحين خلنا ننتقل حق شيء ثاني واللي هو المشاريع الصينيه المدعومه من قبل بلاي ستيشن في الايفنت اللي صار الخاص في اليابان انزين يا ابو طاري طبعا عرضوا وايد العاب انزين وفي لعبه اللي ما انعرضت نهائيا واللي سمعنا عنها من قبل فتره ان واحد صيني او واحد كوري هو اللي شغال عليها بروحه اللي هي لوست سول اسايد ولكن اكد يعني الحساب الرسمي حق هذه خلينا نقول هذه الحركه اللي هي China Hero Projects انزين المتبنيه هذه المشاريع وقالت ان اللعبه ما زالت على قيد الحياه يعني مو انها اختفت عن الوجود بس هي ما صار لها اي ظهور خلال الحدث اللي صار باليابان لوست سول اسايد احنا بانتظارها ما ندري اذا هي حيه ولا ميته ولكن تم التاكيد ان هي على قيد الحياه لكن ترى واحد بروحه شغال على اللعبه يعني هذا شفت ايش اسمها مالت الاكس بوكس اللي الاكس بوكس عرضوها هذه برايت لايت برايت لايت يس واحد بروحه يعني برايت ميموري برايت ميموري اي ثينك برايت ميموري اي ايوه برايت ميموري سوري انزين واحد بروحه شغال على اللعبه التعاون بعض الاشياء يعني بالفويس اكتنج والامور هذه بس شغل شخص واحد بالاغلب عرفت شلون؟ لوستور سايد اذا ماني غلطان نفسه اهم شيء شخص واحد شغال على اللعبه يس هو شخص واحد يس اي ف يعني هالالعاب اللي بهالمشاريع اللي بتكون بهالسكوب هذا وشخص واحد شغال عليها يعني عطى وقت عرفت شلون؟ يب لا تتوقع انها بتنزل اي تايم سون همن في لعبه همن نزلت من قبل فتره اسمها هاردكور ميكا اللعبه صايره على طريقه الروبوتات وهذه انزين اعلنوا كروس اوفر مع احد الانميات المشهوره اللي هو جارن لاجن انزين ان جارن لاجن راح ينضم حق لعبه هاردكور ميكا اللي قاعد يلعبها او اللي لاعبها انزين ممكن راح يستانس وخصوصا اذا كان هو فان حق الميكز بشكل عام فهذا خبر يخص عشاق الميكز بالتحديد انزين لكن خلنا نطوي صفحة بلاي ستيشن نروح حق الحين صفحة المنافس الآخر هو بالطرف الآخر هو الأكس بوكس وطلع تصريح انزين في البودكاست الرسمي اللي هو الأكس بوكس بودكاست اللي قدمه ميجر نيلسون اللي هو معروف اسمه لاري يس لاري هيرب لاري هيربي اي طلع في تصريح في هذا البودكاست يقول لكم ان جيسون رونالد اللي هو المسؤول عن خلينا نقول يعني لا بارت في تطوير جهاز الاكس بوكس سيريس اكس القادم مع الاس انزين ويقول احنا حاطين خاصيه مسح اجزاء من اللعبه مو شرط الفايل كامل لتوفير المساحات هذا اذا كان المطور مال اللعبه سامح بهذه الشغله يعني على سبيل المثال اذا حجم اللعبه 100 جيجا بس انت مثلا خلينا نقول ما تستخدم المالتي بلاير على سبيل المثال هم فاتحين هذه الخاصيه ان سيستم الاكس بوكس بشكل عام يقدر يمسح لك جزء الخاص بالمالتي بلاير اذا كان المطور الرئيسي مال اللعبه سامح بهالشيء
فهذا نوع من توفير المساحات وإدارة مساحات التخزين الخاصة بجهاز الأكس بوكس. وأنا أشوف هذا شيء وايد زين، خصوصا حق الناس اللي مثلا ما تلعب بارتات معينة من اللعبة، ممكن تمسح وتوفر مساحة بدل تمسح اللعبة كاملة. أنا أشوف سؤال بس يمسحون اللعبة، شنو اللي يحدد متى يمسح الداتا؟ هل AI راح يحدد هالشيء يشوف إذا أنت ما قاعد تلعبه فيمسحها، ولا لا 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 أنت يعطي الخيار حق اليوزر؟ أوكي. هذه كانت من الوعود اللي بالجيل الحالي اللي قالوا بيسوونها وطبقوها حق ما أدري عن أفريقيا، كان يمكن لعبتين بس كل زون وما أدري شنو بعد وبعدين سحبوا عليه. بس هم الحين مضطرين يسوون كذي لان التحدي الكبير عندهم اللي هو شلون يعني ال 1 تيرا او اقل اللي راح يوفرون لك اياها وقت اصدار الجهاز وايد حادهم، عرفت شلون؟ فمحتاجين يحلون هالمشكله هذه. يس فخلينا نشوف اذا ان هذه الخاصيه لها فائده اذا تعاونوا الشركات الطرف الثالث في التطوير من ناحيه بدعم هذه الخاصيه. العموم هذا كان بالنسبه حق جيسون رونالد مع تصريحه مؤخرا انزين، ولكن راح اتطرق بشكل سريع حق الالعاب المجانيه اللي راح تنزل في اكتوبر اكتوبر 2020 للجيمز وذ جولد الخاصه بالاكس بوكس. من ابرز الالعاب الحين نفس اللي انتم قاعد تشوفونها الحين حاليا بالشاشه، ابرز لعبه فيهم هي ميد اوف سكير انزين، راح تكون متوفره في خاصيه الجيمز وذ جولد انزين. هذه طبعا هي من الاكس بوكس 1، وعندكم سلاي اواي كامب من الاكس بوكس 1، ومن الاكس بوكس اوريجينال جايبين سفينكس لعبة البلاتفورم، ومن الـ 360 يايبين كاستم كويست. هذه هما الأربع ألعاب المجانية مع Games with Gold. ولكن همّر بنفس الوقت قالوا عن الألعاب اللي راح تي coming soon بالجيم باس، أوكي، واللي راح تنعرض لكم الحين قدامكم على الشاشة. طبعا عندنا اول هي في لعبه، طبعا هي نزلت دريك هولو في اول اكتوبر مع دوم اترنال. دريك هولو نزلت على البي سي ودوم اترنال على الكونسول والاندرويد، مو على البي سي لحد الان انزين. وبتاريخ 8 اكتوبر ان شاء الله راح نشوف بروتال ليجندز على الكونسول بالجيم باس، وفورزا موتور سبورت 7 على الكونسول والاندرويد والبي سي، وايكون فيل في 8 اكتوبر على الكونسول والبي سي. هذه الالعاب المميزه راح تكون ب... يس قول. انا تفاجأت ان فورزا 7 ما كانت بالجيم باس اساسا. ما ادري بصراحه، لان انا مو متابع شنو اخر الالعاب اللي هي خاصه بالجيم باس، ولكن يمكن هم فتره والثانيه تدري هم يضيفون العاب ويشيلون العاب. لا بس هذه لعبه فيرست بارتي، عرفت يعني؟ صار لها سنتين نازله الجيم باس، ما كانت موجوده بالجيم باس. تفاجأت صراحه لما شفت انها تو يضيفونها. يس حمد يقول لي نعيم، الله ينعم بحالك، ثانك يو. هذا اليوم قررت ارد اليخاندرو، اليوم قررت اليخاندرو. يس رديت اليخاندرو الحين. هذا همن في خبر لا علاقه همن بالاكس بوكس، وهو يخص الجيم باس همن بشكل عام الالتيميت انزين. الخبر يقول لكم كالاتي، ان اول شيء ان السبسكرايبرز بلوت الاكس بوكس جيم باس الالتيميت راح هم من يكون عندهم اكسس حق الاي اي بلاي اللي هي خدمه اي اي شركه اي اي مع العابها تاريخ 10 نوفمبر القادم، اللي هو مع اصدار السيريس اكس والسيريس اس مع اجهزه الجيل القادم للاكس بوكس. فاللي مشترك التيميت راح يتميز بخدمه الاي اي بلاي، اللي مو مشترك التيميت ما راح يقدر يتميز فيها. في شغله بخصوص اي اي بلاي طلول، نعم. بس يعني ما احنا يمكن ما انتبهنا عليها او ما قريناها او ما وضحها او ما صرحها بوضوح، ما ادري. بس اي اي بلاي اللي راح ينزل مع جيم باس التيميت مو نفس الاي اي بلاي البريميوم اللي تشترك فيه بروحه، اللي أوكي. ينزل لك كل الالعاب دي 1، عرفت شلون؟ اي فهمت. راح تاخذ اللي راح تاخذه مع الجيم باس التيميت اللي يكون فيه الفولت مالهم، عرفت؟ اللي بعض الالعاب اللي بعد فتره اي اي ياخذونه يحطونه بالفولت مالهم تلعبها انت. يس هذا الفيرجن مال اي اي بلاي اللي راح تاخذه. فما ادري اذا راح تكون العابهم السنويه هذه نفس فيفا مثلا اول باول راح تنزل جيم باس، ولا بس حدهم الالعاب اللي انت اللي هم يحطونها بالفولت بعد فتره، ما ادري. هذا من الاشياء اللي الحين ما اتضحت وياي لحد الان، انا هم من نفس الشيء. اللي اتضحت انه اكيد مو البريميوم فيرجن اللي يكون فيها كل العابهم الجديده دي 1، عرفت؟ اوكي
not bad يعني أحسن من ولا شيء يعني على قولتهم. ولكن الحين إذا بنروح هم خبر ثاني خص حق مشتركين الأكس بوكس جيم باس الألتيميت اللي هو بعنوان أكس بوكس جيم باس ألتيميت بيركس اللي هو تاخذ اشتراك شهرين لفانيميشن بريميوم بلس خدمة من يعني شلون كرانشي رول وهذه من هالأمور يعني إذا كنت من هؤلاء ليش راح تستانس بيدخلون انترتينمنت الحين مع الجيم باس. يس وهذه خطوة جدا جميلة خصوصا لجد ناس أكثر لهذه الخدمة هو المين تارجت عنده مو 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 موجودة عند الباجي علمي يعني المنافسين اللي قاعد يقدمون سيرفيس كذي يعني ما عندهم ما يقدر يقدمون بحزمة يكون منه فيها بعد انترتينمنت عرفت يعني أحسهم قاعد يجربون الحين. يب بس يقول حمد هنا ان هي فقط في امريكا يعني حمد طبعا هو مراسلنا كتابيا يعني مو صوتيا كتابيا. انزين هذا بالنسبه حق الجيم باس بشكل عام. ولكن نروح حق الخبر اللي وراه لا علاقه ب مايكروسوفت فلايت سيميليتر. مايكروسوفت فلايت سيميليتر الخبر الاخير طلع لنا ان هي تخطت حاجز المليون نسخه مباعه حول العالم كلعبة نفس فلايت سيميليتر. يعني هي لعبة موجودة أصلا متوفرة بالجيم باس يس وتقدرون تشترونها هم من بستيم موجودة أو تقدرون تشترونها بروحها ف سي على البي سي فقط للحين. يس يس هي على البي سي فقط. ف لعبة ترى حق هواة ألعاب المحاكاة سيميليشن خصوصا الطيران راح يدش فيها جو مو طبيعي. هم من بنفس الوقت أحد ألعابهم الثانية اللي هي ماينكرافت دنجنز راح تدعم الكروس بلاي. يس راح تدعم الكروس بلاي بين اجهزتها وهذا شيء جدا ممتاز خصوصا حق الناس اللي قاعد تاخذ اللعبه مثلا سواء على الاكس بوكس على اجهزه الاكس بوكس او على البي سي مرات يعني ما يقدرون يلعبون مع بعض على السويتش وعلى السويتش هم. يس يس انا دائما انسى الشيء ماينكرافت لازم ممتاز والله. يس في الحدث الاخير اللي خاص بماينكرافت اعلنوا عن ابديت جديد للعبه ماينكرافت الاصليه اللي اسمها كيفز اند كليفز. هذا الابديت طبعا عشان اقول لكم بشكل سريع في فيتشرز جديده مناطق جديده انزين وراح يتوفر في صيف عام 2021 الصيف الجاي انزين. بالاضافه الى اعلنوا ان الابديت السنوي الخاص بموسم الاعياد اللي هو الكريسماس عندهم ما راح ينزل هالسنه انزين ما راح يكون نفس السنين اللي طافت ولكن راح يكون في ابديتات اخرى ثانيه متفرقه. هذه بالنسبه حق ماينكرافت والتحديث الجديد اللي هي caves and cliffs. ايه الحين دشينا عاد بعض الامور اللي هي شنو اللي ها تحبون سوالف الاشاعات تحبون سوالف الاخبار اللي الحين ما تم اعتماد شيء اصلا هذه المتعه هذه هي الصوره اللي جدا عطنا اشاعات عطنا واحد اشاعه واحد اشاعه يقول لك هذه الصوره اللي قاعد تشوفونها الحين حاليا هني هذه صوره اوليه للعبه بثزدا القادمه على الجيل القادم اللي هي ستارفيلد. سبيس شيب واحد واقف برا سبيس شيب. يس هو فاضي لا الحين يقول لك هاي الحين صورة أول ليه الحين بس لوهلة تشوف ديد سبيس لوهلة شيء تتذكر. This could be anything الصراحة. يس. لأن حتى يعني ما قالوا شلون راح يكون يعني ما قالوا شلون راح تكون اللعبة. Yes, يعني هل هي مجرد Elder Scrolls بس بالفضاء بس ولا شيء مختلف بتكون action game ما ندري. ما مو هذا. بس يعني أوكي لعبة فضائية. Yes. What to expect صراحة يعني. في خبر هم مثير للجدل خصوصاً يتعلق أو خلينا نقول مو خصوصاً هو اللي يتعلق ما بين اكس بوكس وبنجي. من قبل فتره طلعت اخبار ان اكس بوكس كانت تحاول تشتري بنجي انزين تستحوذها ولكن طلع السي او مال بنجي وانكر هذا الشيء في حسابه الرسمي في تويتر. ولكن الحين ياو الناس اللي هم خلينا نقول يدورون ويشوفون هل هذا الكلام بس تمويه ولا الكشف راح يكون بعدين ولا لا. اكتشفوا ان في المنظمه اللي هي خلينا نقول هي في خلينا نقول جهه مسؤوله خاصه في سالفه خلينا نقول الاستحواذ والملكيه وغيرها من هذه الامور وفي في في تيم اسمه اكس بوكس ايرا هو اللي نبش بهذه المواضيع زين. واكتشف ان بنجي تحت بند
كوربوريشن سيرفيس كومباني ايجنت. هذا البند يعني ان هي تحت شركة ثانية. اوكي ومتى صار هذا الشيء؟ مستقل من اكتيفيجن صح؟ يس خلاص رسمي. ايه حتى لو تلاحظون الحين انا بس ابي ارويكم الحين الصورة، هذا هو هذه الصورة. لو تلاحظون هني بيمين الشاشة تحت بالاصفر راح تلاحظون ان التاريخ 12 يونيو 2020 دشوا تحت هذا البند في شهر 6 الماضي، قبل 4 اشهر تقريبا او اقل من 4 اشهر. انزين الحين راح تقولون ممكن ان هذا الشيء يمكن شركة أخرى ما لها علاقة بمايكروسوفت أو أي شيء ثاني، ممكن كل شيء جايز، ولكن لما دشوا واكتشفوا في ألعاب أخرى أو استديوهات أخرى مثل أوبسيديان بمايو اللي مايو السنة اللي طافت، إنزين هم نفس الشيء تحت البند، هم دبل فاين مع بداية السنة سنة 2020 دشت تحت البند وأعلنوا مع بدايات السنة هذه أن دبل فاين وياهم. إنزين وبنفس الوقت هم إنسوميا جيمز مالت سوني لما إنسوميا دشوا تحت مظلة سوني اللي هو في أغسطس الماضي شهر 8 اللي طاف نفس تحت هذا البند. فهل بنجي ممكن نشوفه تحت مايكروسوفت قريبا؟ ما رأيك يا يعقوب إذا موجود؟ والله شوف أنا ما أستبعد بس أحسها قوية. أنا أكس بوكس إيرا ما أثق فيهم صراحة، بالذات انهم يعني بالذات ان مصادرهم انت كان في موضوع ثاني مصادرهم ما كانت اكيوريت. بس ما استبعد استحواذ بنجي جديد، يعني لان الاداره تغيرت او خلينا نقول الاشخاص المسؤوله تغيروا، ممكن يكون متفتحين انه يردون مره ثانيه حق مايكروسوفت. بس ما ادري احسها قويه بالوقت الحالي. كل شيء جايز هو انا ادري، وممكن هذا الشيء بعيد ولكن ننطر الزمن شنو يخفي لنا من نشوف. ان ديستني تكون ملك مايكروسوفت هذا ترى شغل ايه قويه، وما اعتقد راح يردون يشتغلون على هيلو. يعني 343 ولكن يعني هم الهيلو تيم، عرفت شلون؟ يس يس يس. العموم خلنا نطوي ملف اكس بوكس الحين وننتقل حق ملف اخر واللي هو الملف الأحمر. لما نقول الأحمر يعني نتندو حطوا تغريدة مثيرة للجدل في حسابهم، حساب الكاستمر سيرفيس مالهم الياباني في تويتر. انزين عشان الحين توضح لكم الصورة أو نفس ما الحين انتو شايفين بالصورة، يقولون ان البطارية اللي موجودة في النتندو سويتش مبنية ان هي تنشحن أو تستخدم خلال يعني بشكل دوري، ولكن إذا ظلت 6 أشهر من غير استخدام أو شحن البطارية تموت. يعني بصريح العبارة إذا نزل جهاز الجديد مثلا مالهم وأهملت النتندو سويتش هذه وما استخدمته ولا شحنته يعني خلال 6 أشهر، ترى احتمال بطاريتك راح تصير ديد. فهذا نزلوا التصريح وبيان رسمي من الكاستمر سيرفيس الياباني لشركة نتندو. هذا بالنسبة حق رسمي؟ يس نتندو اندرسكور كاستمر سيرفيس. انزين اوكي فهذا شيء يعني اوكي، يعني كانهم يلمحون ان ترى قربنا يعلن عن جهاز جديد ولا تهملون الجهاز هذا القديم عشان لا تلوموننا بعدين بالنهايه. بس هذا بالنسبه حق شو يسمونه البطاريه مالت النتندو سويتش. والخبر اللي وراه لا علاقه، تدري نتندو ملاحقه القرصنه. انزين نتندو تو هذه قويه. يس انا عندي رؤوس اقلام هذا الخبر فقط. انزين ان نتندو وصلت الى اتفاق مع خلينا نقول موقع معروف اللي هو ابر تشيبس اللي هو يوفر سالفه الهاكات وغيره من هذه الامور مع تيم ينقال تيم اكسكيوترز المتخصص في هاكات النتندو سويتش والشبات هذيلي. انزين وتوصلوا الى خلينا نقول اجريمنت انزين بان هذه الشركه اللي مقرها في اوهايو اللي هي ابر تشيبس راح تدفع $2 مليون تعويض كحكم قضائي لنتندو بسالفة القرصنة، زائد ان الاتعاب ملوت المحاكمة هذه كلها ككل، وخلاص ان الموقع هذا ينقفل. لو تدشون الحين الموقع ما راح تحصلونه باي ذا واي. ف نتندو من زمان وهي تلاحق القرصنة، فهذه بس مو بس كذي، هي الحين مو بس تلاحق قرصنة، الحين عادي
يعني اذا طاحوا عليك يسجنونك يا رب. يعني اول ملفلي. اوكي انت عندك موقع، عندك موقع رومز، انا ادز لك سيزن ديسيست، انت راح تخاف بسبب ان راح يفلسونك فراح تسكر الموقع انتهى. بس الحين عادي يعني على قولتهم يطرشون لك الشرطه، يطقونك على باب بيتك، عرفت؟ هني الموضوع، هني الموضوع المرعب. المرعب صدق. لان ارست، لان هالمره ارست، مو بس سيزن ديسيست وسكر الموقع انتهى، لا 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 ارست، عرفت؟ القاء قبر. يا حبيبي. يعني عندهم لوير نينجز. Yes. مو لوير نينجز، حتى النينجا بوليس عندهم. نينجا بوليس. انزين، هذا بالنسبه حق يعني الاحكام القضائيه اللي تخص نتندو هذه والقرصنه. ولكن مع الحدث اللي صار، او خلينا نقول الاعلان اللي صار يخص سوبر سماش برادرز، منو شفنا؟ ستيف دش الحلبه مع شخصيات نتندو والشخصيات الاخرى في لعبه سوبر سماش برادرز التيميت. طبعا انزين، في واحد اسمه كابلن. كابلن هذا كان الكو كرييتر مال ماينكرافت، وكان يشتغل بموجون قبل، والحين طلع من عندهم. ايوه انزين. ويقول انزين ان في يعني يقول لك ان طلع يعني اكثر من واحد، هذا عمران خان، وقاعد يسولف انه يقول لك احتمال ان سالفه ان يعني توصلوا اتفاقيه مع مايكروسوفت، نتندو مع مايكروسوفت، عشان ياخذون ستيف والشخصيات بلوت ماينكرافت، يعني يبي له على الاقل 3 سنين. كان يقول له 3 سنين مو كافيه، على الاقل 5 سنوات نيغوشيشنز، محادثات. هذا واحد، هذا شيء ما ادري يعني 5 سنين. انزين، وهذا من واحد كان من استوديو موجانج، بالاضافه انه هو قال انزين. طبعا هذا غير سالفه الامبلمنتيشن، انش كثر قاموا يعني خذوا وقت في تطوير هذه الشخصيات واضافتها في لعبه سوبر سماش برادرز. يعني معنات كلامهم ان نتندو كانت مفكره شخصيات ماينكرافت من اول ما نزلت اللعبه، او قبل لا تنزل اللعبه. فا أوكي يعني هو كإضافة، أنا يعني ما أدري، أهم شيء إنه يضيف عنصر المتعة في اللعبة. ولكن ما أدري يعقوب، إيش رأيك في إضافة ستيف وماينكرافت في عالم سوبر سماش؟ أنا شوف، في ناس عصبت وفي ناس قالوا هذه waste of space وما شنو. شوف أنا شفت فيديو حق ماكسيميليان، وصراحة كلامه أنا أشوفه وايد 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 يعني منطقي. اللي هو ما بابا حبيبي، مامي أوكي، وديك عند مامي أوكي. زين، شو اسمه ماينكرافت، خلينا نقول لعبه جيل معين، حلو مو جيلنا احنا، جيل ناس وايد اصغر مني. زين، يعني وايد منهم كانت هذه اول لعبه حقهم، شلون؟ صحيح. وغير ان ماينكرافت يعني عموما يعني فرانشايز كبير وايد، ويعني كلش مهين، فانك انت تجيب هالشيء هذا اللي حاكي هالجيل من اللاعبين تحط لهم اياها سماش، يعني يعتبر ريبرزنتيشن حق هالجيل هذا، عرفت؟ انا اشوفه لا باس، طالما ان الالعاب الثانيه اللي ممكن يعني غزي الشخصيات الثانيه اللي ممكن يحطونها بالباس هم تكون حلوه، عرفت شلون؟ هم هذه موجهينها حق جيل معين، جيل وسماش يلعبونها كبار وصغار، عرفت شلون؟ فاحس ان ما تفرق، يعني ما تفرق للامانه، هي حركه بزنس، يعني بزنس بالتاكيد. إنزين، بس بنفس الوقت مو موجهة حق جيلنا إحنا، عرفت؟ يب. يعني بالنسبة لنا إحنا حطوا سنيك، حطوا ريو، حطوا تيري، يعني هذا حق يعني راعونا، عرفت شلون؟ راعونا إحنا الشياب، بس لازم تراعي الصغار بعد، عرفت؟ يعني حطوها كحركة بزنس، بالإضافة إلى أنها موجهة حق جيل أصغر منا. وأنا ما شفت في مشكلة، في ناس استأنسوا، أوكي مو إحنا بس. في ناس استأنسوا على الأناونسمنت. يس يس. ما شوف المشكلة. العموم هذا كان بالنسبة حق. أنا شوي بيكون ميوتد. يس يس يس. شور. هذا كان بالنسبة حق ستيف ودخول عالم سوبر سماش برادر. عرفت. المهم الخبر اللي وراه له علاقة بالأميبوز، طبعاً مال بايلث وبانجو كازوي وتيري راح يكون متوفرين في العام القادم 2021، هذا بشكل سريع. وهم شركة جيم تك بشكل رسمي خذت حقوق تترس وسوت لعبة تترس ماني على أجهزة صغيرة،
على أجهزة صغيرة إنزين وراح تكون نفس ميداليات معلقة وراح توفر بعدة ألوان بس عشان تكونون بالصورة إنزين علشان تكونون بالصورة هنا عندنا القيمة راح تكون كالآتي راح تكون بقيمة 1500 ين بما يعادل 15 دولار كلعبة صغيرة متوفرة في اليابان الحين راح تكون في تاريخ 8 أكتوبر القادم هذا بالنسبة حق تترس إنزين ميني نتندو انتهينا الحين لكن ننتقل حق ملف آخر إنزين وهو جوجل نعم جوجل عندها شيء تبي تقول لنا إياه جوجل مع جوجل ستيديا إنزين يعني أنا عندي انتقاد وهو شوف في هذا الموضوع بخل أقول الخبر في عندهم الكروم كاست الجديد طبعا في إيفنت جوجل اللي طفي كروم كاست الجديد اللي معه ريموت كنترول راح يتوفر أتوقع في الأسواق يعني يعني قريبا أوكي اللي هو مع الجوجل تي في إنزين ولكن ستيديا اللي هي من شركة جوجل نفس الشركة مالت الكروم كاست أوكي أعلنوا السبورت حق ستيديا مع الكروم كاست في النص الأول من 2021 المفروض أن أول ما ينزل الكروم كاست الجديد أسوي له سبورت مع الستيديا مو أخلي الستيديا تنزل وأقعد فترة وبعدين أقول لكم أنا سويت له سبورت على سويت سبورت على الكروم كاست الجديد أشوف أن هذا الشيء يعني لا يوافق المنطق بالنسبة لي ولكن ستيديا عايشة جوها أول حين طبعا عندنا لونة في الخط اللي هي من أمازون خلينا نشوف إذا ستيديا تقدر أو هذيل الشركتين يقدرون يدشون هذا العالم وإذا قدروا أصلا ينافسون بعض في هذا المجال هذا بالنسبة حق شي يسمونه ستيديا ما ندري إذا تفارقنا ستيديا ولا لا إنزين هذا بالنسبة حق جوجل ننتقل الحين الخبر اللي وراه يخص فالف فالف طبعا فالف لما نقول ستيم نقول هاف لايف ولا نقول أي واحدة من قبل ما نروح على الخبر اللي بعده عندنا أبو سليمان يا هلا والله السلام عليكم أهلا وسهلا حسين كيف الحال يا هلا والله تمام الحمد لله نوال صدقتوني صوتك اتش دي اي صوتك اتش دي اي صوتك فويس اوفر اي بي يعني اللي يسمعي يقول برضو الفويس اوفر اي بي هو يمكن يقطع من النت بس الان مستخدم ترى ميكروفون تقليدي اللي هو الاوديو جاك الميكروفونات العاديه تصدق هالمرات يعني الاشياء هذه هي تصدمنا عاده والله اي لا انا اخذت ماركه زينه لان الحين هابين بالاي ليرنينج فلازم يكون عندك شيء مرتب اي الله يعين عاد الله يعين كيف ما راح نغير بالجو ما شاء الله منطلق بالاخبار ف يلا خلينا نستمتع معك اي يلا خوش بس انت شلونك شو اخبارك اول شيء ان في ناس ما سمعوا صوتك الحمد لله من زمان. الحمد لله يعني يسالون عنك وايد والله ما تسال عنهم العافيه وشكرا على السؤال الحمد لله احنا بخير وصحه ويعني بهالدنيا يلا ان شاء الله عيل خلينا نكمل الحين على الاقل ونشوف شنو عندنا اخر الاخبار بعد بنفس الوقت طبعا مراسلين اللي هو حسين ويعقوب موجودين اذا عندكم اي مداخله بس شوتت على طول واذا عندكم راي معين تبون تضيفونه على اي خبر من الاخبار ما في اي مشكله ونذكركم رابط الديسكورد حق المشاهدين اللي قاعد يطالعونا لايف في تويتش موجود الرابط مال الديسكورد في التويتش شات بعد ما نخلص الاخبار في فقره المراسلين اللي راح نستضيفكم في مداخلة صوتية أو مرئية فيديو كول أو فويس كول وتقولون لنا أراكم أو أي شيء يخص في عالم الفيديو جيمز تبون تقدمونه حق المشاهدين وحقنا بنفس الوقت فنكمل وياكم الحين فالف إيه صاحب نفس الوقت ترى في عندهم إيفنت اسمه عشان ما أكون غلطان اسمه ستيم ديجيتال تيبل توب فيستيفال حق الناس هواة ألعاب البورد جيمز والتيبل توبس راح يكون ديجيتال تيبل توب فيستيفال راح يكون ما بين تاريخ 21/10 لغاية 26/10 القادم فحق الناس الهاوي سيجا شنو عندها سيجا مع ياكوزا لايك دراجون أو ياكوزا 7 هي بالتحديد الخبر هو كالتالي ياكوزا لايك دراجون ما راح تدعم خاصية الكروس سيف أو نقل الملفات الحفظ ما بين جهاز البلاي ستيشن 4 والفايف عشان تكون الأمور واضحة
مو على باقي الأجهزة فقط بين الفور والفايف بملفات الحفظ فقط. إنزين واللعبة راح تنزل على البلاي ستيشن 5 بتاريخ 2 مارس 2021. ف يعني الاكس بوكس عندها الأفضلية فإن هي تستضيف اللعبة على منصاتها. إنزين سواء يعني أو حتى ما يعني على أجهزة الجيل القادم منها. فنشوف يعني أنا بصراحة ما راح أطوفه على أي واحدة من الأجهزة بي سي إكس بوكس وهذا ما أخذه لأن ما راح أنطر زيادة أكثر من كذي نازل من أول السنة يابانية ما بيطوفه أو تنحرق علي أكثر. بي سي وخلص حجي. يس يس. إنزين سكوير إنكس عندنا كم خبر يخص عندنا سكوير إنكس. سكوير إنكس كالآتي دراجون كويست تاكت أو باختصار تاكتكس. هذه دراجون كويست تاكتس راح تصدر في الغرب على أجهزة الأندرويد والآي أو إس في عام 2021 بعد ما نزلت في اليابان. وهي لعبة تكتيكية تاكتكس في عالم دراجون كويست مربعات وتحركهم وكذي ويعني ممكن تستمتعون فيها وراح تنزل العام القادم على أجهزة الهواتف الذكية. وبالن وندرلاند تسمع عليه إيه قول تفضل بطلي يعني بس سؤال يعني تاكتكس غير تكتيكية صح ولا نفس الكلمة بالعربي؟ هي في استراتيجية وفي تكتيكية ما أدري إذا بالعربي يعني إذا نفس الشيء ولا لا صراحة. أنا ترى ويا ترى قاعد أضحك معك بس ترى نفسك أطيح بنفس المشكلة. هل نقول خطة تكتيكية مثلا ولا نقول استراتيجية؟ فما ما تدري يعني. شوف احنا متعودين يعتمد خطتك فيها مربعات على الارض وتمشي ايوه على الارض مربع ولا ما في الارض إيه. هذا يعني كره القدم. لا كره القدم ما تصير تاكتكس لان ما في مربعات استراتيجيه يعني بس هي مو استراتيجيه. فانت تسوي تاكتكس جيم فيها مربعات وتكون كره قدم خلاص. اي صحيح صحيح بس ترى ما في بالسوق. ها هذه فرصه شكل نبطل يونيتي الحين ناو بس شو للأمانة فكرة جريئة على دراجون كويست تاكتكس. إن شاء الله تطلع اللعبة زينة يعني فكرة حلوة. أنا أتمنى إنه مطور يعني أي تيم مو مطور موبايل جيم. إيه أنا هذا هو. أنا متخوف إنها تكون شيء سايد ونجحت نجحت ما نجحت بالطقات. حطون فيها جاتشا سيستم واليونتس مراتك يعني اتوقع يصير بس قريبه من فاير امبلم اللي على الموبايل. فاير امبلم ها لا ايه. موبايل ما شفتها ترى انا مات موبايل. تاكتكس نفس الشيء. العموم هذا بالنسبه حق لا عادي دراجون كويست تاكت زين لكن اللي وراء هي بالان وندرلاند. ويقولون ان هذا يعني اذا اللي طالع لكم الحين على الشاشه هذا الشخص يدعى انزين يوجي ناكا. يوجي ناكا اللي هو احد اللي الكو كرييترز مال سونيك انزين اللي هو شغال على حبيبنا انا وحسين. ما اسمع هذا حبيبي انا وحسين هذا يس كرييتر ولا ديزاينر بس ودي اتاكد معه. هو كو كرييتر هم كاتبين واتوقع يمكن هو يعني هذا يعني كو كرييتر اتوقع هذا اعلى رتبه يعني بالنسبه لهم. لا ما يقولون اتوقع يعني انا خبري يعني سوقوا انه ديزاينر بس مو متاكد من هالمعلومه. هو طلع من سيجا راح سكوير اينكس اوريدي الفكره مالت بالان موجوده يعني قبل ما يتطبق عرفت. يس بس هي يعني نزلها على اساس انها مع سكوير عرفت يعني هي هم اللي رعوا المشهور بس فكرتها موجوده من قبل ما حتى هو يتطبق هناك يعني. ويقولون ان هذه الون هيت شانس حق ناكا ولا راح يختفي عن عالم الالعاب اذا نجح المشروع ولا لا. هذا هو اللي قال ولا لا 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 المحللين ملوت الجيم اندستري انزين ويقولون ان في اخبار طالعه من سكوير تقول ان هذه فرصه ناكا الوحيده انزين انه يثبت نفسه ويقدر يستمر. هو شنو اخر شيء سواه؟ ما اذكر الصراحه. تشوتشو راكت ولا هذه ال اخباري تشوتشو راكت شخباري والله تشوتشو راكت ادري الاليين هم سويها صح يعقوب. يعقوب الحين حاليا ميوتد. شو مسلمان كان يوجي ناكا هو اللي سوى ديش والله نسيت شو اسمها اللي فيرست بيرسون يرمون وفي عالم اليين
نسيت اسمها. هلا شنو كانت نازلة؟ كانت 360 اكس بوكس. كروم هاوند؟ لا 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 مو كروم هاوند. فيرست بيرسون يعني اللي الآليين ما يدرون انهم آليين و... ايه مو هذا هو يعني. لا 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 مو هو هذاك شو اسمه. لا هذاك ياكوزا تيم. ياكوزا تيم باينري دومين. باينري دومين. لا 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 اي باينري دومين احسن. اي فريق ياكوزا هذا. اوكي هذا حط. لا 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 يوجي ناكا اظن ما طلع من برا نطاق تشو راكت اخر شيء لازم ننور يا حسين. شغله كان مع سونيك تيم. ما اقدر الف عن الايفون. لا لا زين زين قاعد نشوفك نشوفك نشوفك. تقدر تقلبها من عندك؟ اي تفضل. لا لا عادي يعني. احنا قاعد نشوفك لا تحاتي. اوكي. اي العموم. يا سلام. اي شفت شلون؟ انزين ف فما ندري خلينا نشوف اذا بالون وندر وورد راح تكون قد التوقعات ولا لا، وهل تكون لعبه ممتعه ولا لا، خصوصا حق شخصيه نفس يوري ناكا. يعني حلو انه يستمر ويانا في الساحه ويقدم لنا افكاره وهذه. العموم احنا بانتظار هذه اللعبه ان تنزل من سكوير انكس قريبا يعني السنه الجايه. ادفنتشر صح؟ بلاتفورمر. يس لعبه بلاتفورمر. انزين صراحه شكلها مو وايد يعني واو. يس اي نو، لكن اتمنى انها تكون زينه. هذه هي الفكره. زين انا اعتقد ان هو وصل مرحله اللي حتى اذا ما نجحت خلاص وصل العمر اللي خلاص بنقول يقول انا بتقاعد. عرفت شلون؟ اوكي. زين على العموم هذا بالنسبه حق بالن وندر بالن وندرلاند او وندر وورد. انا دائما اتلخبط بالاسم. زين الخبر اللي وراء لا علاقه هم بسكوير انكس، ولكن في لعبتهم اوترايدرز، والظاهر ان هي لن ترى النور في هذا العام، وراح تتاجل او تاجلت يعني نقدر نقول لعام 2021. انزين وبالتحديد يقولون في فبراير الثاني من فبراير 2021. ما ندري عاد متى الوقت بالتحديد، للحين مو مؤكد، بس يقولون ان 2 فبراير القادم، لكن اللعبه تاجلت ل 2021. هذه اوت رايدرز. ولكن في ايفنت صار او حدث لايف ستريم خاص بلعبه اسمها ليفا لايف. ليفا لايف يس، اللي نزلت على السوبر نينتندو بالتسعينات بنص التسعينات، واللي كان شغال عليها هذا توكيتا. الحين انا برويكم الحين اللي شغال عليها توكيتا اللي هو هذا، كان احد المخرجين الثلاثه من الدريم تيم للعبه كرونو تريجر، ودش بالباتل سيستم مال عده اجزاء لفاينل فانتسي وغيرها. ونزل والايفنت هذا بالمناسبه الذكرى السنويه ال26 للعبه ليفا لايف اللي نزلت على سوبر نينتندو حزتها. انزين وقال يعني بما معنى خصوصا لعشاق اللعبه والفانز ملوته في الغرب، لان هو بالايفنت كله ياباني، فجاوب بطريقه او قرا السؤال بالانجليزي وترجمه لهم. يعني بما معناته انه هو اذا ما شفنا سبورت كبير خصوصا من الغرب، انزين على او نبي نشوف سبورت كبير علشان نقدر نسوي لكم على الاقل يا ريماستر او ريميك او نجيبها للغرب. انزين لوكاليزيشن. فانا هذه من الالعاب الصراحه اللي انا ما جربتها، ولكن هو يعني انا جربت احد الالعاب اللي هي كرون تريجر، وهو ان شاء الله ان احنا خسرانين شيء، احنا نبي العاب، وان شاء الله تطلع اللعبه قد التوقعات اذا شفنا لها سبورت. لكن اذا بنروح على كابكوم، في ناس يمكن ما يعرفون ان هذه اللعبه موجوده. في لعبه اسمها تبن لعبه كارد جيم لي كابكوم نازله على الهواتف الذكيه، تو اعلنوا انزين من قبل فتره بسيطه عن اضافه شخصيات جديده من عوالم كابكوم. طبعا فيها من مونستر هانتر، فيها من ستريت فايتر، فيها من دبل ماي كراي، ريزيدنت ايفل وغيرها. الحين اعلنوا دخول عالمين ثانيين اللي هما اوكامي وسانجوكو باسارا. انزين انا عبالي بتقول كنسلوها. لا 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 اضافوا وموجود افيلبل ناو اسم الابديت ذا تيل اوف اماتسو نو كوني. انزين حاطين اوكامي وشخصيات سانجوكو باسارا اثنين مع نوبوناغا وغيره من الشخصيات الثانيه. وهي صراحه من الالعاب انا متى اكتشفتها لما رحت اليابان وبالقطارات عاده بالتنقلات كنت العب هذه اللعبه وايد. واللعبه يعني طبعا مو مطوره بالكامل من قبل كابكوم، ولكن من قبل الشركه الصينيه المعروفه اللي هي جنهو،
مع بالتعاون مع كابكوم مطورينها. واللعبة هي يعني خلينا نقول هي مو تيرن بيس كثر ما هي اكشن كارد جيم، يعني انه بسرعة لازم انت تسابق الوقت فيها، ويمكن تعجب بعض الناس فيها. وهي لعبة ترى بلاش نفس هيرثستون انزين، ولكن تبي كروت جديدة وهذا ادفع، يعني هذا نوع من المدخول اخر لكابكوم. نعم كونامي، احنا قلنا في واحدة من حلقات نشرة المحظوظين قلنا كونامي راح عندها ايفنت خاص بلعبة ايدن زيرو او مانجا اسمه ايدن زيرو. ايدن زيرو هو مانجا مشهور جديد في اليابان، واعلنوا ان الانيميشن ماله في ابريل القادم. انزين اعلنوا عن لعبتين لهذا المانجا انزين من كونامي، من تطوير كونامي مو بانداي نامكو. عادة لما نقول لعبة انمي مرتبطة ببانداي نامكو، ولكن هالمرة صحيح. من كونامي انزين. اللعبة الأولى أبو أحمد أنت قلت شو اسمه، قلت على موضوع يبطاري سالنت هيل 4 صح؟ لا ورا هذا أبي كنت تقوله لأن أنا مو مسجل عندي. يلا أوكي كونامي الحين انزين الكوميك نفسه يعني كوميك موجود وكونامي ينشرونه أو لا 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 ما له شغل كونامي ولا الاي بي ولا الاي بي كونامي. لا لا ما له شغل، كونامي تبنت هذا المانجا وقالت بسوي له لعبتين. ببلشر ولا ببلشر حق المانجا، هي قالت انا بطور لعبه جديده، بطور لعبه حق المانجا. المانجا بروح وبيسوون اللعبه. يس بيسوون اللعبه. اول لعبه نفس اللي تشوفون بالصوره الحين انزين هذه اللعبه طبعا لحظه راح تكون ثيرد بيرسون اكشن ار بي جي حق الكونسولز، بس ما حددوا اي كونسول ولا متى راح تنزل. انزين الصوره الثانيه اللي هي اللي وراها هذه راح تكون توب داون فيو اكشن ار بي جي على الموبايلز، وما حددوا متى تصدر. يعني لعبتين ار بي جي انزين اكشن ار بي جي، واحده ثيرد بيرسون واحده توب داون اللي هو خلينا نقول توب فيو، التصوير تكون من فوق، واحده على الموبايلات واحده على الكونسولز بدون ما يعلنون موعد اصدار لهذه اللعبه. ايدن زيرو طبعا يمكن حق اللي يتابع انمي يمكن للحين ما تعرف عليه عدل، لكن اللي متابع المانجا يعرف يمكن شنو ايدن زيرو. فهذا بالنسبه حق ايدن زيرو. يعقوب شنو كنت بتقول عن سايلنت هيل؟ يعقوب الو مراسلنا النفسيه يعقوب. ايوه موجود ايه تفضل. شو اسمه هم مؤخرا كونامي كانوا قاعد يسوون ضرب التعاون مع جي او جي، ينزلون العابهم القديمه اللي كانت على البي سي من دفره زين، يردون ينزلونها بشكل جديد وتقدر تاخذها، يعني تاخذ الالعاب هذه من غير دي ار ام زين. يعني 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 في تقدر تشتري اللعبه وتروح مثلا تعطيها توزعها على ربعك وكذي، ما فيها يعني لوك على دي ار ام. مؤخرا بلشوا مثل جير الاول والثاني واظن كونترا، هو هم حطوا اكثر من لعبه، حطوا مثل جير سوليد 1 ومثل جير سوليد 2 ومثل جير 1 القديمه انزين، وحطوا الكولكشن مال كاسلفانيا الاول الثاني والثالث وكونترا وسوبر كونترا وسوبر سي. هذا هم يس حطوهم جوج. يس بالنسبه حق مثل جير 1 و2 هم كانوا نازلين من قبل، من زمان نازلين على البي سي، بس ما في طريقه مودرن انك تلعب اللعب ان تلعب هاللعبتين هذيلة من غير ما تنزل تفلم مودات يعني. واي وبعضهم يعني ما تسوى من كثر ما الموضوع صعب. يب نفس الشيء ينطبق على سايلنت هيل، كل العاب سايلنت هيل اذا ما انا غلطان ما عدا والله مو متاكد يمكن في جنة بس الجزء الاول ما نزل بي سي، مو متاكد من المعلومه بس اذا ما انا غلطان ما في طريقه مودرن سهله تلعب هالالعاب هذه على البي سي الا بنتنزل مودات من الكوميونتي. طبعا في ناس مسوين سايلنت هيل 2 بروجكت، هذا كان فيلم هندي اللي بيسوي مود يحسن اللعبه بوايد على نسخه الكمبيوتر، تقريبا هي افضل طريقه مع سايلنت هيل 2. بس كونامي الحين بيسوونها بشكل رسمي ان تقدر تشتري سايلنت هيل 4 لما الحين بلشوا 4 تشتريها عن طريق جي او جي هم بعد، ونفس الشيء حاطين فيها ان تقدر تلعب بكنترولر اكس بوكس او كنترولر بلاي ستيشن وترفع ريزولوشن والسوالف هذه، يعني مسوينها يعني مو مودرنايز بس كثر ما انها هي تقدر تشغل اللعبه بطريقه حديثه خلينا نقول، عرفت على اجهزه حديثه. يب فالحين ما تستبعد انه راح يمشون على الباك كاتالوج مالهم كله. ممكن خلينا نشوف. ايه
هو شوف الحركة بحد ذاتها حلوة يعني تعطي أمل للفانز، بس أنا عند رأيي يعني طريقتهم بهالنوعية من البورت يعني ماكو مجهود، يعني كنا يقولون والله يلا بس كذي بنحرك لا ما في مجهود، بس حركة حلوة بس لما أنا مثلا ما في دي ار ام، عرفت يعني؟ هي شوف هي اعتبرها مشروع تخليد، عرفت شلون يعني؟ خلها امورتلايز اللعبة، خلها بلايبل بشكل معاصر، سعر اللعبة رخيص، ما تحتاج ان انت تعبث يعني، عرفت؟ بس اجن مو اتش دي ريميك او اتش دي بالضبط، مو يعني مو على اساس انه والله ابي سوق جديد او ابي اي يعني اللي عنده اللعبه او اللي حاب يلعبها مره ثانيه اي عندك هذا البورت مش حالك فيه يعني مجرد يعني تحريك الاي بي مالهم او يمكن هو مثل جس نبض يعني يشوفون الشعبيه. بس طبعا انا لاحظت من اول ما حطوا البوست بتويتر، طبعا جي او جي كنا حطوه قبل كونامي او مع بعض ما اتذكر، بس الوقت كان قريب، بس الريتويتس والرياكشنز على اللي صار مع جي او جي شيء مو طبيعي يعني. من اكثر التويتات اللي تم تفاعل من الناس مع الجي او جي، ونفس الشيء ايضا مع كونامي، فكان في تفاعل مو طبيعي يعني. وحتى نفس الشيء طلع ريفيوز بسرعه، طلعت الريفيوز بموقع جي او جي على الالعاب هذه الكلاسيك، يعني شكليا شيء وايد ممتاز. بس بالنسبه لي كفان لكونامي انا ما احس ان قدموا لي اي شيء، ولا اقدر انا اعطي احط تفاؤل او احط ببالي ان راح يكررونها. راح يكون حذر، اتمنى ان يهتمون بالموضوع بشيء يليق بالفانز او يليق بكونامي اكثر من هالطريقه. يعني وجهه نظري بالنسبه حق اللي صار، بس مو معناته ان الموضوع سيء، لا حلو بس مو شيء استثنائي، شيء عادي. انا اتفق يعني. انا اتفق وياك 100%. انا اتساءل بس الحين هو عندهم اكتف جيم ديف تيم يعني؟ انا هذا السؤال ترى من اللي سوى البورت هذا اصلا؟ هل هو فعلا احد داخل يعني استوديو داخل كونامي شغال على البورت؟ لان الصراحه ما اعتقد عندهم الامكانيه ان انا شو إن يعني ما ادري، قريت بالموضوع قالوا هذا نفس البورت القديم، بس انه حطوا له الاكسكيوتبل الخاص انه شغله انه صلحوه اي وجيو ما يمانع بس بس مو هو ما يمانع بس من اللي اشتغل عليه؟ من اللي اشتغل عليه هذا السؤال، عرفت؟ يعني انا مثلا انا اقدر مثلا يكون عندي السورس كود واروح انا اطلع واقول حق ديفلوبرز انا ابي احد خبرته ريستوريشن، انه والله ابي شو اسمه اللعبه اشتغل على مثلا مودرن هاردوير، عرفت؟ هذا انا اغلب الظن جي او جي اللي سواها، لانهم عندهم خبره سووها وايد. والله يمكن والله إيه ما ادري، لان لو تشوف كل يعني وايد العاب هم اللي متحركين فيها، فما استبعد ان جي او جي اجتهاد منهم بما ان عندهم الخبره. لان لو تذكر قبل كان في شيء يعني، كان في كوميونتي اللي يحاولون يشغلون الالعاب القديمه اللي قبل عالم ويندوز 7، شيء اسمه دوس بوكس لو تذكره. يب. فكان هذا مثل اتوقع شركه بسيطه او كوميونتي بس يعني كم شخص بسيطين، بحيث انهم مضبطين الاكسكيوتبل حق الالعاب القديمه. هذا بالبدايه جي او جي كانوا قاعد يمشون عليه، بس لو تشوف البورتات الجديده لا، اختفى الدوس بوكس، فصار يعني صار كنا كل شيء قاعد يصير بالباك جراوند او يصير يعني بالاكسكيوتبل اللي موجود بموقع جي او جي. فهذا اللي يخليني ارجح انه صار مثل يعني جي او جي صار عندهم خبره كافيه بالموضوع البورتات، او انه يشغلون لعبه بي سي قديمه بغض النظر على المطور. اذا المطور الاساسي سواها خير وبركه، ما سواها جي او جي ممكن يسوون، بس مو على فكره مو دائما يسوون، هم يجتهدون انه يضمنون لك على الاقل ان اللعبه تشتغل. اذا مرات يسوون باتشز اكثر ويكملون، بس انه يعني اجتهادهم افضل من اي بلاتفورم ثاني اللي يحاول يرد لك الالعاب القديمه، وهذا احد اسباب نجاح جي او جي او سي دي بروجكت يعني.
والله انت الحين شنو تبي سليمان؟ تبي الحين مودرن والله اقدر اشغل يدي فيها اكس انبوت سبورت ولا دايركت انبوت من غير ما اعور راسي، وابي ان اقدر اشغلها مثلا ريزولوشنز مختلفه، عرفت شلون؟ صحيح، يعني هذا اقل شيء، اقل شيء تقدر توفره. نعم. انت اي والدايركت اكس كومباتيبلتي على القطع. اي لا هو هو اي الدايركت اكس ما تخاف منه، بس تخاف منه الكود القديم سهل. اي جويستيك الامور هذه. اي صحيح. على العموم اي قول. نعم. تفضل قول حسين. لا 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 انا قلت نقضتي بالنسبه حق الجاوجي وتفضل. يعني حركه ان اذا بختم بالموضوع، اتمنى اشوف احترام للفانز من كونامي بس. هذا الكل يتمنى هالشيء. انا اقول معلش انسى معلش هو شوف هو شوف زين الحركه وايد وايد زينه سووها، بس انا ما ادري اوكي بتادي لشنو، عرفت؟ مو مبين للحين. انزين الحين خلينا نكمل عندنا بعد هم من لسته من الاخبار، ف راح نكمل الخبر اللي وراه لا علاقه بانداي نامكو. بانداي نامكو نفس اللي قاعد تشوفون الحين بالصوره، راح تقولون اوه ميكس شنو شو السالفه بانداي نامكو؟ لما نقول بانداي نامكو نقول سوبر روبوتس. انزين ولكن هذا الخبر لا علاقه انه في ايفنت لايف ستريم مدته 6 ساعات انزين بتاريخ 12 اكتوبر 12/10، يعني بعد اقل من اسبوع، ابتداء من الساعة 3 العصر بتوقيت الكويت لغاية 6 ساعات لتسع بالليل، راح يكون خاص بسلسلة سوبر روبوت وورز. راح يكون فيها الحاضر اللي قاعد تشوفونه على اليسار اللي هو منتج سلسلة سوبر روبوت اللي هو تيرادا انزين، واللي فوق هذا اللي على اليمين هذا كان مع خلينا نقول بامبرستو وهذا مع السيريس اللي هو سوبر روبوت انزين، وكان مخرج نامكو كروس كابكوم وطلع منهم ورد لهم الحين مرة ثانية بس مو بشكل رسمي، ولكن في تعاون جديد بينه هو وبين بانداي نامكو، لأنه هو بعد هم كان الكاتب مال سيريس أو جي لسوبر روبوت. ونشوف إذا عندهم إعلان جديد لسوبر روبوت، خصوصا أن احنا على بوابة جيل قادم جيل جديد، فما ندري لعبة سوبر روبوت جديدة موبايل تريبيوت حق السلسلة الله أعلم. فإن شاء الله يطلع من هذا الإيفنت خبر يمكن يسر كل فان يحب سوبر روبوت. إنزين شنو مشكلة سوبر روبوت؟ شنو هم من الألعاب اللي أحس التطور فيها بالرسوم خلينا نقول ما تفرق على أي جيل تنزلها الحين، صار عرفت شلون؟ لأن الريكوايرمنت ماله مو وايد. يعني أنا مثلا ديزغايا لو شايف التريلر حق آخر لعبة فرق. إنزين فرق لأن تغيروا ل 3D، عرفت شلون؟ yes. سوبر روبوت سووا من قبل نحطوا 3D وما 3D، سووا بالدريم كاست اذكر كان في جزء وهم yes. بعد نفسه نزلوا على الاكس بوكس القديم بس ظاهر ما ياب يعني ما نجح خلينا نقول ك يعني ما نجح مع بين الفانز خلينا نقول يمكن فظلوا على ال 2D انيميشن في سبرايتس. ما ادري يعني حالات يسوون شيء جديد بال بسوبر روبوت حق الجيل الجديد. والله نتمنى ما اشك يعني نتمنى، ولكن انا بس ابي اذكركم الحين حق الخبر اللي وراء لا علاقه باس ان كي. انزين الخبر هذا نذكركم ان حلقه صدى الالعاب الجزء الثاني لساونتراكات اس ان كي اللي من سنه 94 ل 96 تقدرون تشوفونها الحين باليوتيوب موجوده، وبنفس الوقت تقدرون تسمعونها بالبودكاست من جميع منصات البودكاست المعروفه. انزين وان شاء الله تستمتعون فيها. وهذه اللعبة اتطرقنا لها في صدى الألعاب لأن نقينا لها كم تراك، وأس إن كي أعلنت بشكل رسمي أن بريكرز كولكشن لعبة بريكرز في ثنتين، في بريكرز ريفنج وفي بريكرز الأولى إنزين اللي خلينا نقول فانز مالوتها حيل نيش إنزين راح ترد مرة ثانية على الكونسولز والبي سي في عام 2021 من قبل شركة ينقلها كيوبايت انتراكتيف إنزين مع خاصية الأونلاين فيتشر أن تقدر تلعب أونلاين فيرسز. هذا حق عاد والله وايد طويلة والمفروض تنزل هالسنة أجلوها. يس أجلوها نعم. بس الحين عاد بريكر قصتها قصة أصحاب الآي بي كلهم شيء ياكوزا كنا أذكر كان فيه صدق فيه إيه شيء بايخ، عرفت؟ يعني ملاك الآي بي كانوا
كانوا ماسكينها شركه ما غلطان كانت تملكها ياكوزا او شيء تي في فيلم فيلم على ما حصلوها انترستينج انترستينج هيل انترستينج ايه السنه الجايه اتوقعت والله ينزلونها هالسنه يعني اعلنوها من زمان يس الحين نروح حق شركه ثانيه يا هم يابانيه هي كيلاب كيلاب مشهورين بلعبه كابتن ماجد كابتن سباسا دريم تيم اللي نزلت على الموبايلز والحين احتفلوا بمايلستون جديد اللي هو 30 مليون تحميل للعبة حول العالم انزين وهذا يعتبر انجاز للاستوديو للفرانشايز بنفس الوقت كلعبة وهمن سمعوا الخبر ها همن ان كيلاب خذوا موافقة من تاكاهاشي تاكاهاشي اللي هو المؤلف الأصلي لمانجا كابتن سوباسا انزين بوضع شخصيات جديدة أوريجينال للسيريس في هذه اللعبة وتم الإعلان عن شخصيتين يس الإعلان عن شخصيتين حارس مرمى ولاعب مهاجم انزين والأول هو المهاجم هذا اسمه رومانو إيطالي انزين والحارس المرمى من الأوروغواي أوكي اسمه غاردل هذيل راح يتوفرون بالتحديث القادم للعبة وشيء حلو ان تشوف كسيريس معروف نفس كابتن سوباسا الشركة تسوي اوريجينال كاركتر ينضافون وهم اقدر اقول شكرا جزيلا يا شندايزر على السبسكرايب بصراحة هذا الدعم يعني نحبه شكرا ويساعدنا ان نقدم افضل ما عندنا انزين يعطيك العافية شندايزر وحلو ان نفس ما قلت ان حلو نشوف اوريجينال كاركتر ينضاف للسيريس وممكن نشوفه مثلا بانيميشن ولا مانجا الله اعلم ما ندري فشيء انا ابيهم يسوون يعني لعبه سباسه لعبه يعني مو جاتشا جيم موبايل جيم لا ابيهم يسوون يعني لعبه كره قدم يس هم مسوين وحده ولكن انا ادري انت شنو تقصد بلعبه كره قدم مو نفس اللي نزلت اخر وحده انت شكلك اللي تبيها انزين هذا ما لعبته الحين صراحه ما لعبته لا لعبه ترى جيد اتمنى يكون صلحوها يعني ترى جيد اتمنى يصلحوا مشاكلها ما خبيت الحين من ناطر سيل الحين نروح حق الصين لما اقول الصين الشركه الابرز العملاقه المعضله المجسمه تنسنت نعم والحين تقولون شنو هذا اللوجو اليوم تنسنت يا محفوظين السلامه اشترى مايكروسوفت لا انزين اعتقد تنسنت يقدرون يشترون مايكروسوفت اذا ماني غلطان تنسنت شروا حصه كبيره من الاستوديو اللي سوى لعبه جي تي اف او اللي نزلت على البي سي مؤخرا هذه لعبه السرفايفل اللي هم 10 تشامبرز السويديه او الاستوديو السويدي هذا وفي نيه ان في المستقبل يمكن يستحوذون عليها بالكامل يعني شكلهم يقولون شقالين على استديوهات الاسكندنافيه تنسنت وخلوا سوبر سيل كانت من اكبر الصفقات اللي بالفيديو جيمز قبل ما تصير مات بتزدا بس يعني قاعدين ياكلون اكل الحين دول اسكندنافيه سوبر سيل ايش كان عندهم سوبر سيل كلاش رويال كلاش اوف كلانز بس هذا كافي اوكي ترى بس اكبر لعبه على الموبايل بس انزين باي ذا واي شندايزر لازم نسوي شاوت اوت ثاني ترى دون جيك هو اللي مهدي شندايزر السبسكريبشن فنقول هم شكرا دون جيك على هذا السبورت الرائع شكرا يا دون جيك وين افكتات ابو طري طلع افكت واحد من قبل شوي بس ما كملت الشاوت اوت توني اكشوفه يعني نعم انزين هذا بالنسبه حق تنسنت ولكن نروح حق شركه ثانيه والحين صار لها يعني ها بلش يطلع الصيت مالها اذا بقول اسم يمكن ما تعرفونه ولكن اذا بقول اللعبه اللي الحين مقدمينها بالسوق راح تعرفونها يمكن اكثر الشركه هذه يا محفوظين سلامه اسمها شنو بالتحديد مي هويو اللي قدمت لنا جنشن امباكت اللي نزلت مؤخرا فري تو بلاي لعبه الجاتشا جيم تيم صيني يس الحين تعتبر جنشن امباكت best global debut for Chinese game ever افضل لعبه yep. ظهور اول للعبه صينيه على الاطلاق انزين واللاعبين وايد مستانسين عليها yes. اشوف وايد ناس مستانسين عليها
على توني نزلتها عاد بجربها. الكروس بلاتفورم على كل بلاتفورمات يمكن فيها بري ريجستريشن تعدى 21 مليون لاعب انزين، ولكن 16 مليون منهم اصلا جايين من الفانز الصينيين بروحهم، 16 مليون. فاذا تبون تحسبون يعني 5 ملايين اضافيه حول العالم انزين. وزائد قالوا ان هي كانت اكثر لعبه مشاهده في تويتش يوم الصدور مالها باكثر من 110,000 مشاهد في نفس الوقت انزين. واللعبه الحين حصدت ايرادات بما يعادل 1,840,000 دولار امريكي فقط من الاي او اس، النسخه اللي نزلت على الاي او اس. اللعبه قاعد تفجر الحين من ناحيه الارقام، وفي ناس مستمتعين فيها، وفي ناس بالنسبه لي ما تستهوين العاب الجاتشا لانه يحتاج منك شيء وايد طويل ودرب طويل انك تقدر تجمع كل شيء، واذا تبي تصرف ممكن تسهل لك هذه الامور. يعني شوف وايد ناس مستانسين عليها لانها لعبه كومبات، يعني فيها كومبات، فيها اي هذا فيها الكومبات فورمينج، فيها بي في بي ولا شلون الكومبات؟ بي بي اي بي مع الكمبيوتر يعني. ايه ضد الكمبيوتر بس انه اقصد معطيك عالم مفتوح تحوس كنا زلده عرفت؟ فالناس مستانسين عليها انها لعبه، يعني مو جاتشا جيم تقليديه اللي بس تبطل على قولتهم تفجر باكجات وشو يسمونه وما في جيم بلاي يعني. فنقول لا هذه لعبه فالناس مستانسين عليها ان جيم بلاي حلو عرفت؟ او يعني خلينا نقول متنوع. انا قاعد اشوف والله ربعنا يعني بتويتر وشذي كل واحد قاعد يحط فيديوهات لقطات من اللعبه، يعني شكلها فعلا يعني كواليتيها وايد عالي عرفت؟ انا بجربها واعطيكم انطباع ان شاء الله في حلقه الديوانيه قادمه من البودكاست. هذا بالنسبه حق جنشن امباكت انزين. ولكن اذا بنروح حق الخبر اللي تو طلع من قبل فتره بسيطه، من قبل دقائق او خلينا نقول ساعات، بشكل رسمي اي اي اعلنت عن النسخه الريماستر للعبتهم اللي نزلت من قبل تقريبا 10 سنوات اللي هي نيد فور سبيد هوت برسوت انزين، نسخه ريماستر بالكامل، واعلنوا متى راح تنزل بالضبط. قالوا ان هذه النسخه الريماستر راح تتوفر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي بتاريخ 6 نوفمبر القادم اوكي، وعلى النينتندو سويتش بتاريخ 13 نوفمبر، يعني بعد شهرين من اي شهر بعد شهر عاد هذا الجزء هالجزء قوي. كرايتيريون جيمز كان شغالين عليها الايام اللي عقب برناوت يس. فهالجزء هذا انا اذكر لعبته على الاكس بوكس 360 بذاك الوقت كان حلو يس. الحين تلعبها 4K 60 فريم وسوالف هذه والجرافيكس والخرابيط كلها للامانه كل اجزاء هوت بيرسوت كانت ممتازه. هذا يمكن ثالث واحد. هذا احلى جزء سووه كرايتيريون من ذاكرتي يعني. يس. لا مو عن انا ما اتكلم عن الكرايتيريون، المسمى هوت بيرسوت جدا ممتاز. أيوة ثلاث العاب ناجحين كانوا. يب هذا بالنسبه هذا خوش لعبه حق اللي طافته لا يطوف. يس هذه اللي هي نيد فور سبيد ريماستر انزين. الخبر اللي وراه لا علاقه في احد الاستديوهات او الشركات الامريكيه. اكتيفيجن حطوا اعلنوا بشكل رسمي عن طور الزومبي اللي هو الخاص بلعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور، انها هي 13 نوفمبر هذا واحد. وحطوا عن مناسبه صدور لعبه كول اوف ديوتي الموبايل صار لها سنه الحين، يقولون على حسب اللي موجود عندي ايراداتها تقريبا وصلت النص مليار دولار، اي يعني او بالتحديد 480 مليون دولار امريكي في السنه الاولى من بعد صدورها في الصين. الصين هي اللي سوت لها الجمب العالي، ان كانت ايراداتها تقريبا فوق ال 200 مليون والصين هي اللي ساعدتها اطمرت تقريبا نفس الرقم او ضعف هذا الرقم على اساس توصل الى هذا الرقم الكبير. كول اوف ديوتي موبايل لها شعبيه جدا كبيره، وصراحه ما توقعت انها تاخذ هذه الشعبيه الكبيره خصوصا على الموبايل، والحين هي موجوده يعني بالساحه استمتعوا فيها. بليزرد يعني هذا خبر محزن لعشاق بليزرد وخصوصا عشاق وورد اوف ووركرافت والاكسبانشن القادم مالهم اللي قالوا راح ينزل خلال شهر اكتوبر انزين، اعلنوا تاجيله لغايه مو لغايه اعلنوا ليتر ذس يير، يعني في يوم ما خلال هذه السنه، يعني باقي على السنه ترى كلها شهرين انزين، يعني ماجلينها يعني ماكسيمم ماجلينها شهرين، والناس كانوا ناطرينها من زين. شو السبب؟
بصراحة ليش نصل مع تأجيلهم تحطمه؟ أول شيء إنه يقولون الفيدباك اللي خذيناه من اللاعبين إنزين، بنحاول نعدل على التعديلات اللي هم طالبينها والفيدباك وغيره من هذه الأمور، وقالوا إحنا بنأجلها من غير تحديد موعد إصدار جديد. إنزين للعلم إن كان المفروض تنزل نهاية شهر أكتوبر 26 أكتوبر، فما ندري عاد إن ترى بروحه أصلاً إكسباشن متأخر. شنو الفيدباك اللي صار؟ ما سمعت منه. ما أدري أنا ما أدري، بس هذا اللي أنا قريته يعني بالمقالات. بالأخبار، فما أدري شنو هو الفيدباك اللي صار. أنا بروحه ليش الناس هم تضايقوا من التأجيل؟ لأن بروح يعني تأخروا وايد إن متى الإكسبانشن ينزل، أو حطوا ريليس ديت حقه وما مداهم حطوا ريليس ديت إنزين، ونزل البيتا ماله وحق كلوز بيتا والناس جربوه كانوا يعلنون تأجيله مرة ثانية، يعني كأنهم يعني استحوا على استحوا إن أعلنوا ريليس ديت ماله الأولي. بس هذا عشان كذي صار الباك فاير اللي صار حق التأجيل هذا. جير بوكس مع لعبتهم القادمة اللي ألا وهي Godfall. Godfall إنزين بشكل رسمي هي يعني صرحوا هم بشكل رسمي استوديو أو هذه شركة Gearbox أو الحساب الرسمي مال اللعبة في تويتر قال أن Godfall اللعبة مو سيرفيس جيم إنزين، بس إنزين doesn't require internet connection to play إنزين. وبس في does require sorry but does require sorry داز ريكوير بس تحتاج تحتاج انترنت يعني وتحتاج اشتراك للبلاي ستيشن بلس يعني انت لازم تحتاج، بس هي مو سيرفيس جيم على الاطلاق. وقالوا بس انكروا هذه الشغله ان اللعبه راح تشتغل 4K 60 فريم، لكن صرح 120 فريم، وصرح الحساب الرسمي مال Godfall قال ان هذا للحين غير مؤكد وما في شيء احنا قلناه يخص هذا الموضوع نهائيا. انزين فاحنا بنتظر اللعبه لما تنزل باللانش ديت مال بلاي ستيشن 5، طبعا هي 12 نوفمبر و 19 نوفمبر. Godfall هي مو فري تو بلاي صح؟ لا اللعبه تشتريها بفلوس. تشتريها يس. Dirt 5 الحين اللي هو من كود ماستر ديرت 5 همن ما لها خاصية الكروس سيف ما بين البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 على عكس الاكس بوكس. الاكس بوكس في الكروس بروغريشن هذا بتوين جنريشن ما عدا البلاي ستيشن إلى حد الآن، لأن هذه أمور ثانية يمكن داشة فيها. شنو السبب؟ أنا عندي ثيري، عندي نظرية. yes. هو واحد من الثنتين، يا إن غيروا الفايل سيستم مال التسيبات، التسيبات اللي على البي اس 5 راح تكون صيغتها مختلفة عن فورماتها غير PS4. زين الثيري الثاني، وهذا اللي أعتقد هو اللي فعلا أصح، يمكن احتمال كبير تكون السبب إيه، ان علشان يدعمون سالفه ان تقدر انت تغير الاكونت مالك بفلوس، كان اول رابطين بالداتابيس اليوزر مالك القديم مع التسييفات مالوتك مع الليدر بورد بروجريشن على بلاي ستيشن نتورك، عرفت كم؟ يس يس. فكانت التسييفه تحتاج الى ان مثلا البرايمري كي مالك يكون مثلا اليوزر نيم مالك، عرفت؟ علشان يتفادون هالمشكله هذه اللي حاولوا يرجعونها بالجيل بلاي ستيشن 4 عشان يقدرون يحطون في المين بيج وسووها، زين اضطروا انه يعني يدورون الفول ويدورون عشان تضبط، عرفت؟ فمو كل الاشياء القديمه لها سبورت حق تغيير المسمى مال اسم مالك. يا يا صوتك صار يقطع شوي يا جو، تسمعني؟ هلو الحين اسمعك. يس ايه فاقول لك احتمال اللي صار انه غيروا السيستم بالكامل حق التسييف، شلون تربط مع اكاونتك، يعني الفورمات تغير بحيث انه ما تقدر تسحب تسييفات من النظام القديم على وتطبق عليه النظام الجديد، عرفت شلون؟ على اساس شنو يبلشون من الصفر جيل جديد، يبلشون من الصفر شيء مضبوط، بلاتفورم مضبوط، او خلينا نقول باك اند مضبوط. انا هذا توقعي. يب يب. العموم هذا بالنسبه انا فاهمك فممكن هو الصراحه ترى كل شيء جايز، يعني ممكن انزين، وهذا ممكن ترى هم من شيء تسويقي اخر ما ندري عاد، للحين ما صار في اي تصريح رسمي حق الموضوع هذا. نطوي صفحه كود ماستر، نروح حق فوكس هوم انتراكتيف.
لما نقول فوكس هوم انتراكتيف راح يبان الخبر الأخير اللي صار من الفترة اللي طافت واحتمال أو لحظة أو الخبر بالتحديد يقول لك إنه تعاونوا مع الاستوديو البولندي اللي هو Flying Wild Hog اللي راح يقدم لنا Shadow Warriors أو اللي هو مبتكر لعبة Shadow Warriors هذا الاستوديو، وعندنا Shadow Warriors 3 القادمة انزين، وإن التعاون ما بين فوكس وولد هذا Flying Wild Hog راح يكون حق لعبة upcoming most ambitious game title to date. فما ندري، خلينا نشوف هذه اللعبة شنو ممكن تكون بعد ما يتم الإعلان عنها، لأن صعب إن الواحد يحكم كذي، ولكن تسويقيا هم قاعد يسوقون حق نفسهم كذي. العموم بانتظار شنو راح يكون عندهم. الخبر اللي وراء لا علاقة بسومو جروب. سومو جروب توهم يعني اللي ما يعرف منه سومو جروب، سومو جروب هي الشركة الأم لسومو ديجيتال اللي مسوين ليتل بيج بلانت 3 انزين، وعندهم اصلا هم شركات ثانيه غير سومو ديجيتال اللي هي مثل ذا تشاينيز روم، ريد كايت جيم، لاب 42 غيرهم انزين. الحين استحوذوا على استوديو جديد اسمه بايب وركس استوديو. هذا الاستوديو اللي نشا في عام 1999 وسووا عده العاب يمكن فوق ال 100 لعبه انزين، وخصوصا تعاونوا مع اي اي سبورت، ويزرد اوف ذا كوست، وجوجل هم بنفس الوقت. وهم تو من قبل فتره يعني كانوا شغالين على تيراريا انزين وميدن ان اف ال، والحين شغالين على اوريجينال بروجكت ان اناونسد لهم انزين. فالحين سومو جروب وبايب وركس صاروا تحتهم مع يعني مع المطورين اللي صاروا او اللي اشتغلوا على ليتل بيج بلانت 3. هذا بالنسبه حق سومو جروب. يوبي سوفت او اوبي سوفت ابدوا استياءهم للعبة هايبرسكيب. هايبرسكيب يقولون ان هي ما جابت توقعاتنا انزين، وراح يسوون فيها تشينجز او تعديلات وتغييرات في هذه اللعبة علشان تقدر تواكب اللي موجود حاليا في السوق، وخصوصا الباتل ارينا يس الباتل رويال مالتهم مالت يوبي سوفت، وخصوصا بعد ما نزلت فول جايز، وبعد ما الحين ردوا او فجاه طلعت لنا هبه امونج اس اللعبه اللي نازله من سنتين وفجاه بعدين ردوا احيوها انزين. فهايبر سكيب الحين نفس ما تقول نوعا ما اندثرت شوي مقارنه بهذه اللعبتين، فيبون يسوون عليها تعديلات من اول جديد، يبون يحاولون يجذبون عدد اكبر من الناس انهم يلعبونها. نروح حق بولندا. لما نقول بولندا العلم البارز في بولندا زين بخصوص عالم صناعة الألعاب هو CD Projekt Red، وأخيرا سايبر بانك 2077 أصبحت جولد. لما نقول أصبحت جولد يعني خلاص قفلوا عملية التطوير وجاهزة للإنتاج للأسواق، وإحنا نترقبها إن شاء الله تاريخ 19 نوفمبر. يعقوب تبي تقول شيء؟ موضوع جولد بس الناس ممكن في بعض الناس يكون ما يعرفون شنو معناته من لعبة جوز جولد لأن أنا أشوف وايد حتى في يعني بتويتر وكذي يعني يقولون أصبحت ذهبية الترجمة حرفية الترجمة حرفية هي الفكرة إن لما أنت تخلص تطوير لعبة زين خلاص عندك الفيرجن النهائي زين تسوي أول نسخة او اول كوبي حق اللعبه اللي انت على اساسها تدزها حق المصنع على اساس انه يصنعون نسخ اضافيه منها هذا النسخه يسمونها الجولد ماستر يب عشان هذا بس المسمى بس يكون واضح جولد لما يقولون جولد جولد قصدهم انه الجولد ماستر خلاص جاهز سووه عشان جاهز الجولد ماستر على اساس يدزون حق المصنع وينتجون ويصنعون ينتجونها عرفت شلون ينتجون نسخ حق البيع يب يب في وايد ناس يقولون لها اصبحت ذهبيه فهذا معناته ان في ستاتس كذي عرفت يعني ستاتس اسمه جولد ستاتس اسمه جولد على العموم يعني بس للتوضيح يس على العموم احنا بننتظر هذه اللعبه المنتظره بصراحه يعني انا وايد ناطرها وان شاء الله تكون قد التوقعات في الشهر القادم يعني بعد شهر واسبوع تقريبا او شهر اسبوعين بس شوي بطل إيه. تفضل يسأل جي دي كيو كيو 8 ان مو ميديا موليكول بالنسبه حق خبر الشركه اللي لها علاقه بليتل بيج بلانت 3 لا لا ليتل بيج بلانت 3 كان الفرد الثالث غير
اي الثالث كان هذا سوما ديجيتال. يس يب. بس الاول والثاني اللي اشتغلوا في ميديا مولكول. اي بس هذا اللي يس. حبينا بعدين راحوا ميديا مولكول واشتغلوا على تيرا واي وبعدين هذا دريمز عندهم اخر واحده ودريمز. يس هدوا السبك بلانت يعني خلاص. الحين نطير من بولندا نروح السويد. السويد عندنا ثندرفول. ثندرفول هي الشركة الأم حق إميجن فورم اللي هم مسوين ألعاب ستيم وورد. إنزين وعندنا حمد بعد. ها إيه أوي إنزين يس 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 أيدو أيدو. المهم استحوذوا على استوديو بريطاني اسمه كوت سينك. كوت سينك هذا راح يستحوذونه على فترتين او على خطوتين. طريقه الاستحواذ راح تكون كالاتي. اول شيء راح ياخذون يدفعون كاش 11 مليون وكسور انزين عشان يستحوذونها، وباقي المبلغ اللي هو تقريبا 18 مليون وكسور راح يكون اسهم في هذه كوت سينك. كوت سينك قدموا لنا وايد العاب، يعني مو الالعاب اللي تذكر القويه، ولكن يبون يكبرون اللايبراري مالتهم انزين. وكوت سينك اذا حققوا التارجت المبيعات مالتهم لالعابهم او خلينا نقول للسنه الماليه القادمه اللي هي 21 و22 انزين، راح ترتفع حصه هذه القيمه من 30 مليون دولار امريكي لغايه 68 مليون دولار امريكي. يعني راح ثندرفول يعني نفسه يقول يا رب ما ينجحنا عشان ناخذهم برخيص. انزين هذه هي الفكره ككل. ف والله يحليلهم قاموا يستحوذون. يس يعني شوف من شنو الى شنو. تذكر يعقوب لما يحليلهم. اي والله يس. وهذا شيء يعني والله بالعكس يس يعني يستاهلون صراحه. العابهم يعني وايد ممتعه ووايد كرياتيف وما في تكرار، وفي عندهم تالنت عرفت، فحلو انه يتوسعون بعد زياده. العكس والله ايه شو يسمونه خبر حلو. هذا بالنسبه حق ثاندرفل. لكن نروح حق لاريان ستوديو. لما نقول لاريان ستوديو اللي هو بولدر جيت، بولدر جيت 3 اس اعلنوا ان اللعبه راح يكون فيها كروس سيف كروس بلاي انزين، بس تحتاج انك تسوي لاريان اكاونت، يعني شلون يو بلاي ومن هالامور هذه تسوي اكاونت خاص فيهم انزين عشان تفعل هذه الخاصيه الكروس سيف الكروس بلاي. راح يكون ما بين الستيم والستيديا وجوك انزين، as well as potential future platforms او حتى حق البلاتفورمات القادمه اذا بتنزل اي لعبه لهم، وخصوصا يعني حق بولدر جيت بالتحديد. هذا بالنسبه حق سؤال بس بطلي يس. بس شنو السبب اللي حطيت خبر بولدرز جيت يعني بس ما عليه يعني؟ لا يمكن حق الناس المهتمه. يمكن انا الصراحه يعني شوف على كثر الناس اللي صادفتهم ما لقيت لي فان بولدرز جيت يعني. انا مو فاهم لان لازم تكون، لان اعتقد بولدرز جيت يعني هي دنجنز اند دراجونز بروبرتي. صحيح اي لا بروبرتي ولا نفس العالم انا مو متاكد. هي بروبرتي تبع دنجنز اند دراجونز عرفت شلون؟ اللي الشباب اللي يلعبون دنجنز اند دراجونز انا اجملك مر عليهم بولدرز جيت عرفت شلون؟ بس قاعد اقول اللعبه انا اوكي دنجنز اند دراجونز اوكي في ناس يلعبونها ويعرفونها وحتى من ربعنا في علاقه. اللعبة بحد ذاتها بلدرز جيت ما شفتها الصراحة يعني ما أنا أتمنى أنا أتمنى الفانز يطلعون يعني. لا 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 مو أنا أدري أنا أدري أنا 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 ما أقول لك اللي كانوا الشباب يلعبون ديابلو يدرون شلون يعني. ندري ندري يعني. يعني أنا معاك يا عقوب. النقطة الأساسية يعني كأنك مثلا بوقت عز الدوري الياباني تتكلم عن فيفا، ما حد يلعب فيفا عرفت شلون؟ فأنا هذا اللي أقصده. الناس يعرفونها بس ما حد يلعبها. ما أتكلم على قبل وايد أو العكس. الحين مثلا الحين بهالوقت اللي احنا فيه تتكلم عن لعبة مثلا يعني لأن أوكي معروفة بس ما حد يلعب. صار لها فترة من نزلوا 1 و 2 القديمة ما نزلوا شيء عرفت شلون؟ نزلوا كنا ريماستر أو شيء كذي. نزلوا ريماستر بعد سنين وايد عرفت شلون؟ يعني الاي بي نام شبي حطوه بالفريزر عرفت شلون، وطلعوه بعد كل السنين طلعوه الحين وسووا جديد برا لها شعبيه يعني. انا اتابع اكونتات وتابع ناس اي صح لها شعبيه، بس انا يعني
يعني سألت بطل ليش، قلت يمكن هو يعرف كم واحد، يعني مو انت انتم خمسه تحبون ياكوزا مثلا، يمكن بطل لي وثلاثه يحبون بولدرز جيت. لا انا عارف في شباب، انا عارف في شباب، انا عارف في شباب انه او بولدرز جيت شخباري، عرفت؟ فقلت اوكي، ويمكن حق الجمهور مالنا يمكن انه في ناس يهتمون. هي بس هذه الفكره يعني، ما ايش ايش في يعني كان شندايزر هذا نفس حسين لما تقول من يعرف تايتن كويست، عرفت؟ اللي عرف تايتن كويست هذا بعد، لا تقول لي تايتن كويست هذا بعد اندر جراوند، انا اعتبره مقاس حق بولدرز جيت. هي انا احطهم مع بعض ترى، اي اللي يعرف هذيلا عاده نفسهم اللي يلعبون ديابلو مع هالطقه هذا، اكيد يمكن سامع فيها بس يمكن مو لاعبها، عرفت؟ اتليست اتليست ادري يسمع فيها شيء، وين وين اللي يلعبون هذا شيء ثاني. انا فهذا هذه نقطتي حق بطل يعني، اذا تعرف احد يلعب قول الخبر، ما تعرف احد ما يخالف. علشان ليش 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 دعوه دعوه حسين لا 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 في اي حسين، لا تقول لا تقول لا تقول اخبار عن شو يسمونه شنو؟ لا لا مو قصدي، انا ما بيني وبين الشركه شيء، بالعكس انا احب عالم، انا فاهم فاهمك فاهم دراجونز انزين، واحب العاب الديابلو لايك وايد يعني. يس يس بس هذا هذا نقطه بس حبيت. لا والله لا انا فاهم، بس انا قلت لك انا اعرف يعني في ناس يهتمون بهذه اللعبه، وقلتها من بنفس الوقت حق الناس يمكن اللي هم قاعد يتابعونا هني يمكن يهتمون يعني. شوف مثلا عجبني اوليات هو كاتب يقول ان نفس ديفينيتي صار لها فانز، صحيح ديفينيتي اللي سواه اخر اجزاء قمت تسمع ناس اكثر يلعبونها، وفي حتى من اللي حوالينا قاموا يلعبونها، وبالنسبه لي حتى انا يعني كنت على وشك اشتري اخر جزء. لكن بلدرز جيت انا مجربها من زمان ما عجبتني، وهم ما لقيت ناس يلعبونها. لما تقول لما اقصد يلعبونها اللي يعني ترى شوف مكملها لاخر شيء ومخلصها وكذي. بلدر جيتس هي نازله من سنين، فممكن يعني على ذاك الوقت وعلى البي سي صعب ان تلقى فان بيس لها هني عندنا بالكوميونتي هني بالمنطقه هني، لكن الحين مع التطور والانترنت والهذا ومن هالامور ممكن الحين الناس يمكن تنفتح عيونها على هذه اللعبه نفس ما صار بديفينيتي. فهي هذه الفكره. اي واحد هني يقول جي دي كيو يقول سجل عندك المراسل النشبه، احنا عندنا المراسل النفسيه يعقوب وانت النشبه خلاص. لا لا النشبه حق يعقوب، انا ما فهمت عليه. اه اوكي إيه. لا 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 هو عليك انت، انا اتوقع انا ما فهمت كذي. أيه، انا انا وجي دي كيو وربع. اوكي شكله ترى هو موجود ناطرنا باللوبي عشان يدش ويانا كمحادثه بعد شوي ويقول رايه بكم نقطه، فان شاء الله مو ناسينكم. باقي كم خبر خلاص راح نخلص. يس عندنا اوفر كيل هذا الاستوديو او اوفر كيل تيم اللي هو اشتغل على بيدي انزين، حاطين تويتها انزين بما تعني انه في بيدة جديدة انزين، زائد ما اعلنوا متى الريليس ديت، وانه شغالين بالديزاين فيس الحين حاليا، وراح يستخدمون الريل انجن لهم، حاطين هذه الصورة اللي انتم قاعد تشوفون الحين بالشاشة. متى ما ندري، بس احتمال ان بيدة الجديدة قادمة، ما ندري متى ولكن ننتظر الاعلان الرسمي منهم. لما نروح حق استوديو اخر اللي هو اودورد انهابيتنت او انهابيتنت، راح اعلنوا بشكل رسمي ان هذه اودورد نيو اند تيستي موعد اصدار لنسخه البلاي ستيشن سوري نسخه النينتندو سويتش اللي راح تكون تاريخ 27/10 انزين. وللعلم اللعبه اصلا نازله من 2014 على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، للعلم من قبل كم؟ صحيح 6 سنوات توا تنزل السويتش. جاينت سكويد اللي قدموا لنا قبل ما تروح قبل ما تروح للعبة هذه، سليمان تعرف احد يلعب ادوارد؟ انا الاول جزئين انا العبهم. لا مو انت تعرف ناس؟ اي من ربعنا وايد. اها اوكي. وكنت انا من الناس اللي اسوق حق اللعبه، بس هذا اخر الجزء هذا. هذا اليكوزا مالتك؟ هذا اليكوزا مالتك؟ لا 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 انا لا ما كنت فان لها، بيشو كان فان وايد لها. اي بس خلاص كل الخبر عيال طلال باللسته. خلاص خلاص ما راح. لا لا بس انا عندي سؤال هني، هذا التيستي يعني في احد لعبها يعني؟ خلي يقول لنا رايه يعني. انا لما تحول يعني كنا ردوها 2D، كان في جزء 3D ما حد لعبه، هذه كنا 2D ما مو متاكد، فبس يعني بس اذا في احد يعرف. لا انا صراحه ما لعبت.
زين هذا بالنسبة حق أودوارد. إنزين الخبر اللي وراه له علاقة ب The Pathless اللي هو اللعبة اللي شفناها المنقبة أو المنقب هذا مع الصقر ماله اللي يمشي ويركض بمجال أماكن واسعة ويباري بوصات كبيرة. قالوا إن هذه طبعا من جاينت سكويد, قالوا إن هذا التايتل إنزين الريليس ديت ماله رح يكون تاريخ 12/11/2020 مع موعد صدور جهاز البلاي ستيشن 5 كلانش تايتل, وهم بنفس الوقت لما تصدر على البلاي ستيشن 5 راح تصدر على البلاي ستيشن 4 بنفس التاريخ. فهذه من احد الالعاب اللي ممكن تاخذونها ك لانش تايتل للبلاي ستيشن 5. وعندنا دائما ما اعترف الالعاب اللي تنزل كروس جن, احس مو لعبة جنريشن قادم او جديد. هذا بالنسبة حق ذا باثلس. ميديا تونيك مع فول جايز طبعا اعلنوا متى راح ينزل, خلينا نقول متى راح ينزل السيزون الجديد صح؟ يس سيزون 2 حق فول جايز راح ينزل بتاريخ 8/10 بعد 3 ايام من اليوم ان شاء الله اذا الله احيانا. وقالوا سلفة الجولدن كراون اللي تفوز فيه بالمركز الاول راح يكون وايد اسهل انك تحصل عليه, مو من خلال اللعب, من خلال ريوردز اللي هي كل ما تلفل تحصل اكثر منه عشان الناس تقدر تشتري كوزماتيكس وهذه وتستانس بالريوردز اللي موجودة. بس هذا بالنسبة حق فول جايز, وان شاء الله مع الابديت القادم مع المراحل الاضافية اللي راح يضيفونها ممكن تنتعش مرة ثانية من ناحية الميديا والستريمات وغيرها. بيرفكت وورد انترتينمنت مع تورتش لايت 3 طبعا هي ايرلي اكسس موجودة ولكن اعلنوا عن الريليس الكامل للعبة راح يكون في شهر اكتوبر 13 اكتوبر. انزين بقيمة 40 دولار فقط. انزين هم من بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 وبي سي, واللي شاري اللعبه ايرلي اكسس راح ياخذها فري على بستيم. فهذا بالنسبه حق تورتش لايت 3. انا اتوقع عادل صاحبنا وعندنا كم واحد من الشباب قاعد يلعبونها اصلا اوريدي بالايرلي اكسس ومستمتعين فيها. انا اتمنى ان صارت افضل. انا ما جربت للحين, انا ما جربت ولا جزء, احتمال اشتريها. عرفنا غيروها, غيروا اللعبه اي بالكامل, كانت فري تو بلاي وبعدين خلوها بفلوس وصغيروا رقم غيروا اسمها سموها تورت لايت. لا انا معاك, لما نزلوها شوف لما نزلوها ايرلي اكسس وايد ناس يعني ما عجبتهم حيل يعني, فما ادري هل نزلت باتشات وسنعوها اللي بناء عليه كنهم مستعجلين بالريليز ديت بوقت صعب يعني. فاتمنى هالشيء يعني. والله ما ادري بس خلينا نشوف اذا في شيء. اوكي ما ادري ما ايش صار. قول شلون اسمعكم ما اسمع احمد, شنو هذا؟ لان انت شابك الحين العموم الحين قاعد تسمع رد يس الحين اسمعك. يس انه طبعا تدرون الانترنت عندنا حيل عجيب يعني عشان كذي, بس نعتذر عن هذا الخلل الفني اللي صار, بس اتمنى ان الامور ماشيه عندكم بالستريم. انزين هو يمكن فصل ورد مره ثانيه عندكم الحين, اشتغل الستريم مره ثانيه. انزين فانتوا تسمعوني حسين, تسمعني صح؟ نعم تمام حلو. خل نكمل ما لدينا. هذا بالنسبه حق تورتش لايت. انزين عندنا اخر ثلاث اخبار اوكي راح نخلص منهم كذي على السريع. اسوبو ستوديو الحين راح يقولون منه هذا أسوبو ستوديو اللي هو سوى لنا بليك تيل اللي لعبها لكم علي بلايف ستريم في تويتش. انزين قالوا ان في عندهم تو بروجكتس مشروعين قادمين قيد التجهيز, واحد من هالمشاريع راح يكون مع مايكروسوفت ستوديوز والثاني راح يكون بارتنرشيب مع فوكس انتراكتيف. انزين اللي هي المفروض راح تكون بليك تيل 2 اللي يعرف هذه اللعبة يمكن راح يكون متحمس يمكن حق الجزء الثاني لها, واحنا بانتظار المشاريع اللي راح يقدمون لنا اياها. الخبر قبل الاخير عندنا انزين اللي هو يخص بانفيديا كرت الشاشة مالهم اللي هو الـ RTX 3070 تم تأجيله لغاية تاريخ
29 من تاريخ 15/10 المفروض ينزل، أجلوه ل 29/10 أي بعد يوم من الإيفنت الخاص بـ AMD لكروت الشاشات بلوتهم. إنزين واللي هو المفروض سوني مايكروسوفت اي تقريبا نقدر نقول لان طقت السعر يس. ف AMD راح يكون الايفنت مال AMD راح يكون تاريخ 28/10، كرت الشاشه 3070 فقط راح يكون بتاريخ 29/10 موعد صدوره. انزين واخر شيء عندنا هني واذكركم قبل اخر شيء، هذا هو الرابط مال الديسكورد موجود الحين عندكم في التويتش شات، دشوا في اول فويس شانل اللي هو الجنرال شات نطرونا هناك. بعد ما نخلص هذا الخبر راح ناخذ مشاركات لايف سواء فيديو كول او فويس كول اللي يريحكم، واللي حاب يشاركنا هني ويطلع بالحلقه ويانا. العموم اخر خبر يخص بالمبيعات وخصوصا بعد ما نزلت كل من سكوادرن ستار وورز وكراش بانديكوت الرابع. اوكي فالخبر هو كالآتي، مبيعاته في أوروبا طبعا كراش تتفوق على سكوادرن بفارق 1000 حبة فقط مبيعا في بريطانيا، طبعا هذه المبيعات في بريطانيا. وفي المركز الثالث راح نشوف سوبر ماريو 3 دي أول ستار، انزلت من المركز الأول إلى الثالث، ما زالت في المركز الرابع اللي هي اللعبة الغنية عن التعريف طبعا Animal Crossing New Horizon. انزين وفي المركز الخامس طاحت من المركز الثاني اللي هي Marvel's Avengers. هذا بالنسبة حق المبيعات اللي صارت في الأسبوع الماضي في بريطانيا. غريبة شنو؟ غريبة شنو وين كارز؟ شنو أي واحدة أي كارز؟ لا لعبة كارز سيارات مال ديزني. إيش فيها؟ هذه دائما هذه بالتوب 10 ثلاث سنين ما يتم. لا هذه خلاص طافتها جي تي اي 5 خلاص صح حسين يس. لا هم كانوا لعبه هم ثلاث العاب ما يطيحون من التوب 10 كارز وفيفا وبي اس. لا هذا ايام 2010 طلع لا انا ضحكت في من كم سنه ما اذكر اي سنه بالضبط كانت كارز موجوده او ما يس يعني. بس من قبل كم سنه يعني بس ظلت فتره طويله. 2010 يا ابو سليمان 2010 جي تي اي 5 انا حتى تبي صدق ما قمت اتابع التوب 10 ببريطانيا ذوقهم ما شلون. إيه كان كله فيفا اول شيء، كله فيفا كله كول اوف ديوتي كله جي تي اي يعني يعني نفس الالعاب تتكرر طول السنه. العموم انا الحين حاليا قاعد العب كراش وشاري سكوادرن حاطها على جنب، اخلص كراش واروح العب سكوادرن، هذا شكلي بسوي. العموم فاتوقع هذا كان كل اللي عندنا للاخبار، ندري الحلقه كانت دسمه زين ولكن قلنا ان ما دام غطينا فتره طويله نحاول نغطي اكبر عدد ممكن. ولكن الان ننتقل الى فقره المراسلين. طبعا هني عندنا مراسل الصراحه مخضرم الحين صار يعتبر مراسل مخضرم، لازم نحط القاب حق كل واحد انزين اللي هو JDQ8 وراح نستضيفه عندنا هني ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف حالك اخ طلال؟ بخير الله يسلمك. شلونكم بقيه المراسلين والمقدمين؟ الحمد لله طيبين. تفضل حياك يا دام فضلكم. بس أنا كنت مجهز لكم فقرة دسمة بس حظكم حلو، دخلت على حواركم ونقاشكم على موضوع التكتيك والاستراتيجية. نعم طبعا هذا يسمونه ماي دومين على قولتهم. أوكي في تعريفين يعني واحد منهم يشمل الثاني، من زمان أنا مكونك بالمصطلحين هذولي. نعم. التكتيك هو خطة عمل أو مجموعة مناورات مباشرة لتحقيق هدف واضح ولحظي، يعني أنت الآن في أمامك نقطة بتوصل لها، هذا نسميه تكتيك. حلو. الاستراتيجية أوكي. هي مجموعة تكتيكات خفية طبعاً، هذه كانت مناورات مباشرة، هذه تكتيكات خفية لتحقيق هدف مبهم ومتواري. شلون المثال على التكتيك؟ مثل تكتيكات كرة القدم، يعني أنت خاص مكلعب قدامك الخطة واضحة بس أنت لازم تعرف شنو الخطة عشان تعطيها الكاونتر. استراتيجيات مثل المناورات العسكرية لتحقيق انتصارات في المعارك الحروب، بتعلم مجموعة خطط تسوي ايش، بتعلم خصمك على الخطط مالتك مستحيل. عشان كذا الفرق بينهم
مصطلح داخل مصطلح اللي هي التكتيك هو داخل الاستراتيجية. انت باختصار اعطيتنا اقوى بص حضرتك في السنه. ايوه اقوى بص حضرتك. لا ما في شيء اقوى من هالبص حضرتك. والله يخليك. لا لا بس تربطني لا تربطني بالجنسيه هذه. لا 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 مو معلش 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 شوف يعني لا انا اقصد انه يعني ما شاء الله الله يخليك الله بس انت الله يا جي دي انا راح نعطيك جي دي لان انت قلت اسمك للحين. انزل هل انت استراتيجي ولا تكتيكي؟ والله انا حسب شو اسمه حسب الموقف. يعني ما في خوف ما في خوف ان شاء الله ما في خوف ما في خوف ما في خوف ان شاء الله ما في خوف. اوكي انزل ايه تفضل بعد عندك طيب هذه خبر وتعليق على قولتك. اي اول شيء انا مراسلكم من المنطقه بي 7 ار عارف وضعها طلال. يس يس بي 7 ار ايس كومبات بالبحر على بالي بالبحر. لا لا بي 7 ار هذا ترميز لمنطقه في الجزء في لعبه ايس كومبات زيرو والاسم الرمزي مالها راوند تيبل هي سماع استراتيجيه يعني في الجزء. yes. كان اللي يحصل فيها السوبريمسي او الهيمنه يقدر يتحكم بمجريات الحرب في الوقت. جزء okay. جميل انصحكم تمرون عليه yeah. بس للاسف انه على السوني 2 ننطر منهم ريميك ان شاء الله. بالنسبه لموضوع خبر وتعليق انا اخباري اغلبها قديمه والفترة يوم سويتوا النشرة أو أعلنتوا عن النشرة ما مداني أجمع أخبار جديدة. عطنا الهيدلاينز كذي عطنا أهم ثلاثة كذي. في 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 واحد تكلمت عنه معاك في الجروب مرة أبو أحمد بس ما أدري يمكن ما أغفلته أنت ما انتبهت. إيه شنو هو؟ اللي هو مفاجأة الطلب المسبق بالنسبة لتقنيات الجيل القادم أو النكست جن كانت كارثة على كافة الأصعدة. التعليق يقول ان البي اس 5 والار تي اكس 3080 والاكس بوكس سيريس اكس واس يبدو الحصول عليهم سهل من ناحيه الكلام فقط. هذا بالنسبه للوضع اللي صاروا فيه من ناحيه الكميات المتوفره. صح وين بالعالم ولا بالكويت؟ لا لا بالعالم بالعالم كله. في شوف انا راح ان شاء الله ازود ابو احمد بالمقاله من فيرج تناولت الموضوع بكامل انه نعم. شلون شركات كبرى وتعرف التارجت مالها ما قدرت توفر الكميات نعم. بالشكل المطلوب نعم. اظن نعم. كان في قصور من ناحيتهم. الخبر اللي بعده يقول لك معركة ابل ضد ايبك القضائية تحث جوجل على فرض نسبة 30% حصة لهم على متجر البلاي مستقبلا. طبعا موضوع نعم. تحث انه خلاص راح يجبرون التطبيقات حتى يمكن اللي كانوا عندهم مثل ما يقول لك امتياز انه ما ياخذون 30%. فالتعليق يقول او شوي طولت التعليق شوي حظا سعيدا ايبك جيمز حمله تجيش الاطفال يبدو ان نتائجها عكسيه مع البالغين وعمالقه صناعه الهواتف الذكيه. بامكانكم تغيرون سياستكم مع الكونسل اللي تعتبر علميا حواسيب محدوده الادوار. انا شخصيا اتابع نتفلكس من خلالهم واحد من الكونسول ما بأسمي. اوكي ما تكون دعاية. لا وين دعاية عادي. الاكس بوكس الاكس بوكس 1 اكس حلو كهب حق نتفلكس بسبه الاتموس وال4 كي والامور هذه. شوف بالنسبه حق الاضافه يعني على الخبر هذا هو طلع على فكره تاريخها قديم ابو 28/9 في تحديث بخصوص جوجل من ناحيه جوجل يعني من ناحيه المتاجر ما متاجر على اساس انه وعدوا خلال الفتره الجايه ان راح يسهلون خلال يعني التحديثات اندرويد القادمه ان راح يسهلون على اساس ان اي واحد ممكن ينزل متجر جانبي مثل منطقة صح. يعني الأبسور الجانبية هذه اللي تنزل منها أنت ميرور الأبي كيز راح يسهلون حق المتاجر هذه إنه يقدرون ينزلون متاجرهم على الأندرويد ويكون فيها سهولة إنه مثلا تسوي أبديت حق الأبس والسوالف هذه. الشيء هذا يخدم أبيك وايد وأعتقد راح يفتحون ستور. شوف أنا معاك في هالموضوع يمكن فعلا في مرونة من عند جوجل بس انا ملاحظته هو التاريخ الخبر شوي قديم يعني ما تبعت وراه لان كنت شايفه قدامي فقلت اعلق عليه.
الموضوع بس إن صار شيء جديد يعني من الموضوع. يا من العافية لا أشكرك. بس أيضاً ممكن إن جوجل يصيرون مثل أبل إنه يقول لك لا أنت تقدم سيرفس أو لعبة ما تقدم تطبيقات. دائماً عندهم مجال. المهم حلو. الخبر اللي بعده يتعلق بعنوان قديم جدا، انا اشوف ما جربته ولا لعبته لكن اذكر الحمى اللي كان مسببها. اوكي تاريخ الخبر 28/9 ايضا، يقول لك فارمفيل ستغلق وتنتهي. يا الهي التعليق يقول بعد خدمه 11 سنه المطورين والناشرين لن يدعموا ويستخدموا فلاش بلاير مشغل اللعبه نهايه العام هذا. باختصار نهاية حقبة. طبعا موضوع الفلاش بلاير أنا أثارني من أيام ما طلع السمارت فون، يعني حتى كنت أسمع من الآراء المتطرفة حق ستيف جوبز أنه كان يكره الميديوم هذا أو المشغل هذا كإضافة في المتصفحات. يب يب فسبحان الله، يعني كانت نظرة هي اللي انتصرت في النهاية. HTML5 أتوقع لا في صار شيء اكثر بس اذا تسمح لي. لا تفضل انا تعليق انا الخبر والتعليق خلص من عندي. لا بس أنا واحده من النقاط اللي عاده حتى الشركات الكبيره ما يحبون يدشون فيها اللي ابل مع حاله الفلاش انها لايسند انها راح يدفعون لهم. ممكن سياسه ابل ما يحبون يدفعون ان اكون على تحت يعني اكون زبون عند شركه ثانيه وتحت تحكمهم. لا ما اتكلم HTML5 كان ذاك الوقت بديل. بذاك الوقت HTML5 كان توه طالع بس كل ماكروميديا فلاش هو اللي مسيطر وما كان في دعم او تالي صار ادوبي فبس هذا السبب الغير معلن بس الناس يقولون هو ما حبه انا بس حبيت اوضح النقطه. اصلا كان سهل وايد كان شرح اختراق. لا انا هذا موضوع ثاني، موضوع مو اساسي ثانوي. لا انا اعقب على كلام حسين بعد، ترى من الاقاويل اللي طلعت على موضوع فلاش هي من الطرفه، يعني يقول لك ان ستيف جوبز كان يحب جرين لانترن ما كان يحب فلاش. علشان اوكي هذه حلوه، هذه نحط لك تصفيق بطل لي ما عليك عمر. ما عندي والله. لا مو قديمه هي، يعني من باب الدعابه، يعني حتى انا لما قرات المعلومه كنت قاعد اقول ايش حلو جرين لانترن. الله يعافيكم، مشكورين. يعطيك العافيه. لا بالعكس والله، من زمان ما سمعنا صوتك هني، واتمنى والله اعتذر. لا بالعكس، انا اتمنى ان الناس اللي قاعد يتابعونا الحين لايف يتشجعون يدشون ويانا بالحلقات الجايه. ناس ما انت تشجعت والله انا ودي والله لا تكسرون بخاطر لا تكسرون بخاطر مراسلنا المخضرم. من وين بيتشم؟ بي 7 ار. سمها الراوند تيبل اختصار، يعني من الراوند تيبل المستديره، من الطالة المستديره. لا والله قالها يعقوب من بحر. ايوه او بحر. بحر ذكرتني باول ما طحنا على الانترنت وكنا نستخدم محركات البحث، فانا من كثر ما متعلق في اللعبه حطيت في حقل البحث البي 7 ار، كان يقول انت ايش تبي في منتديات بحر من هالقبيل، يعني على طول ربطها. فقلت لحظه شيكت له صحيح كلامه يا حبيبي، لان زمان كنت متعلق باللعبه لا زلت، يعني من السلاسل المفضله والله. شكرا لك ويعطيك العافيه بعد راسي. الله يعافيكم، ان شاء الله النشره القادمه كان اخر ان شاء الله. ابهرنا. ما لازم اعطيكم، ما يعني اعطيكم السبق الا بوقته ان شاء الله. يا هلا. يعطيك العافيه، ما قصرت. الله يعافيك، مشكورين، وان شاء الله الله يديمكم ويطول بعماركم ويحفظكم جميعا اجمعين. ان شاء الله وياكم، بارك الله فيك. ما قصرت، يعطيك العافيه. حياكم الله. هلا. طبعا هذا كانت عندنا حق فقرة المراسلين. الحين طبعا ما في إلا مراسل واحد عندنا ويانا هالحلقة. بشكل سريع راح أقول لكم شنو أبرز الإصدارات خلال السبعة أيام القادمة. أوكي، عندكم بشكل سريع 6 أكتوبر اللي هو باتشر الإيرلي أكسس مال بولدر جيتس على البي سي 3،
هذا واحد. همن بعدها بيومين هو 8 اكتوبر رايد فور لعبة الموترسايكلز الدراجات النارية المشهورة بجزها الرابع راح تتوفر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. وهمن عندنا ابرز بعد من ابرز الالعاب هي ايكون فيل نفس ما قلنا هي راح تتوفر في الجيم باس. وهمن بتاريخ نفس اليوم 8 اكتوبر راح تتوفر على البلاي ستيشن 4 والنتندو سويتش والبي سي وهمن على الاكس بوكس 1 بشكل عام. اخر لعبتين عندنا ذا سيرفايفلست 9 اكتوبر راح تقدرون تلعبونها على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والسويتش والبي سي. واخيرا وليس اخرا فيفا 21 طبعا هي راح تنزل 9 اكتوبر اوكي على كل الاجهزه بلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1 نتندو سويتش وبي سي. ولكن اللي يشتريها اتوقع مو النسخه العاديه اللي فوق العاديه في نسختين في الالتيميت والشامبيون انزين يقدر يلعبها قبل 3 ايام من موعد صدورها يعني نوع يعني من التشجيع يعني بدا يعني تلعبها بتاريخ 6 يعني المفروض باكر. ف هافن بالالعاب هذه اللي راح تنزل خلال 7 ايام القادمه. ما اقول الا يعطيك الف عافيه حسين شكرا الله لك سنك. والصراحة يعني أنت يعني وايد بصراحة إضافة جدا جميلة للبرنامج وأتمنى أنك تكون موجود يعني ويانا يعني في حلقات أخرى بعد أو صراحة يعني شكرا على كلامك بس يعني على قولتهم إذا حضر الماء بطل يتيمم يعني أنتم موجودين ما الله يحتاج الله الله يا أخي أنت شنو تحرجني يا أخي الله يسلمك فما تقصرون يعني وانا استمتع وياكم اكيد يعني وان شاء الله نهم المشاهدين ونشوفك بالبودكاست نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه يعقوب شكرا لك ويعطيك العافيه شكرا جزيلا لك ما ادري اذا انت الحين موجود ولا ميوتد ما ادري شكله هو الحين حاليا مشغول ولكن موجود 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 ثاني كنت مودي يشوف المول زين زين اشوف يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا يا طلال ومجهود جبار صراحه اللي قاعد تسوي نشرات اخباريه يعطيك العافيه لا حياك الله بالعكس احنا نستمتع مع بعض ومع متابعينا بصراحه احنا صار لنا فتره مطالعين ولكن هذا شيء خارج عن ارادتنا ولكن ان شاء الله راح نستمر وياكم فيعطيكم الف عافيه يا يعقوب وحسين الله يعافيك طبعا لا تنسون تتابعونا همن في اليوتيوب اللي طاف البث يقدر يشوف الحلقة كاملة باليوتيوب ندري ان هذه الحلقة مدتها ساعتين وانا عادة قاعد احاول اخلي رينج الحلقة ما بين الساعة الساعة وربع ولكن لان صار لي اسبوع يمكن ما طلعت فعشان شيء حاولت اغطي ابرز اللي صار بالاسبوع اللي طاف فتقدرون تشوفونا بقناتكم وقناتنا في اليوتيوب اللي هي Lucky Gen Gamers او Lucky GG وتقدرون تتابعونا بكل جميع مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في تويتر والانستغرام تحت اسم Lucky Gen Gamers وتقدرون تتابعون الشباب عندكم حسين تحت اسم بودلم في تويتر ويعقوب تحت اسم يعقوب اندرسكور اتش همن في تويتر وانا طلال اندرسكور سعيدي في تويتر ولا اي مكان اخر يعطيكم الف عافيه واللي قاعد يطالعنا باليوتيوب لا تنسى همن الدعم لايك سبسكرايب والشير اهم شيء الشير لأن إذا عجبتكم الحلقة خلي الناس تستفيد وياك وتستمتع وياك كمان بنفس الوقت وهني بتويتش اللي مو مسوي فولو يسوي لنا فولو واللي حاب يسوي اشتراك هم نقول له يعطيك ألف عافية مقدما واللي مسوي نقول لهم يعطيكم ألف عافية إلى أن نلقاكم إن شاء الله في نشرة إخبارية أخرى من نشرات المحظوظين في الأيام المقبلة مع السلامة باي باي